ميتنج النهارده ان شاء الله. هو كان بس ناقص الناس اللي هم بتوع سيكشن 2، كان ناقص بس المسألة بتاعت 19، رقم 19، فهنقولها بسرعة وبعد كده نكمل باقي المسائل. عامة ده اللي هو الشيت، هبعت لكم البي دي اف اول ما نخلص. احنا زي ما قلنا الشيت ده هو عبارة عن مسائل من الكتاب بتاع بال، فدي المسائل اللي انتم مطالبين بيها، 10 مسائل، ودي الارقام بتاعتهم في الريفرنس. تمام. اول مسألة اللي هي رقم 8 دي احنا حليناها المرة اللي فاتت، ورقم 11 برضو نفس الكلام. رقم 19 هي بس زي ما قلنا المسألة دي كانت عبارة عن ان المفروض ده موتور، وبعد كده الموتور بيلفف، ده قلنا ان هو بيبقى اسانسير، فدي البولي المفروض بتلف فتحرك الاسانسير، ويبقى في عندي وزنين اللي هو الام 2 ده الحاجة اللي احنا عاوزين نرفعها في الاسانسير، والام 3 ده اللي هو حاجة اسمها الكاونتر ويتا، واللي هي التقالة اللي بتبقى موجودة الناحية التانية علشان تبالانس الايه الاسانسير. تمام. فهو هنا في المسألة بيقول ان السيستم ده بيمثل الاليفيتور، ومطلوب بيقول ان الموتور عنده انيرشيا I1 وبيسبلاي تورك T1، وقال ان الانيرشيا بتاعت الجيرز اللي هي اللي هما الاتنين دول، قال ان هي نيجلكتد. ومعلومة التالتة ان الكابل ده ما بيعملش سليبنج مع البول، فالمفروض هو عاوز الايكويشن، او اول حاجه مطلوبه الايكويفالنت انيرشيا عند الانبوت شافت اللي هو عند الموتور هنا، وبعد كده عاوز الديناميك موديل بتاع السيستم ان تيرمز اوف اوميجا 1 والابلايد تورك تي 1. فكلمه ديناميك موديل ممكن يبقى مكانها ماثيماتيكال موديل، ممكن يبقى مكانها الديفرنشال ايكويشن. هو عاوز الايكويشن اللي بتوصف الحركه بتاعه السيستم، او بمعنى تاني اللي بتوصف الحركه اوميجا 1 لما الانبوت يبقى T1 اللي هو التورك بتاع الموتور. فاحنا قلنا نوعية المسائل دي طالما روتيشن فهيبقى الاي في الثيتا دبل دوت بيساوي سمشن اوف تورك. تمام. بس الفكرة كلها ان الايكويشن دي لازم تبقى في ايه، في المكان اللي انا مهتم ان انا ادرس السيستم عنده. فانا هنا انا عاوز ادرس اوميجا 1 وتي 1، فانا عاوز ادرس السيستم عند الموتور. تمام. فعاوز اشوف تي 1 دي لما تخش اتحرك السيستم، او اتحرك اوميجا 1 بزاويه قد ايه، او ايه الايكويشن بتاعتها. تمام. المشكله ان في جير بوكس، ففي سرعات مختلفه وفي حركه، ده البولي بتتحرك بسرعه مختلفه عن الموتور، والماسس بتتحرك حركه لينير، ففي انواع مختلفه من الحركه. فقلنا طريقة لحل المسائل، في اللي هو الطريقة العادية إن إحنا نفصل فيبان لي بقى الانترنال فورسز في الجير، وأدرس الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده، وأقطع الحبال دي هيبان لي التنشن، وأدرس الـ M2 والـ M3 لوحدهم فيبقى عندي 4 إيكويشنز وأقعد أجمع ما بينهم، فالموضوع ساعات ما بيبقاش إيه عملي أوي. فقلنا الطريقة التانية اللي إحنا خدناها اللي هي عن طريق الـ energy. انا عشان احسب الايكويشن محتاج دي روتيشن فتبقى اي سيتا دبل دوت بيساوي سمشن اوف تورك، بس لازم الايكويشن دي تبقى عند الايه الموتور، فلازم احسب الاي ايكويفالنت بتاعت السيستم كلها عند الموتور بتساوي كام، ولازم احسب التورك سمشن اوف تورك عند الموتور. تمام. بس معلش استاذنكم، ده الدكتور، ف ثانيه واحده بس هرد دقيقه واحده واجي لكم تاني.
تمام، معلش متأسف. فاحنا قلنا دلوقتي ان انا محتاج احسب حاجتين، الاي ايكويفالنت والسمشن اوف تورك. فعلشان احسب الاي ايكويفالنت قلنا ان احنا بنستخدم الكاينيتيك انرجي. بحسب الكاينيتيك انرجي في ببص على السيستم واحسب الكاينيتيك انرجي بتاعت اي حاجه ليها ماس او انرشيا وبتتحرك. فهنا عندي الموتور ليه انرشيا اي 1 وبيتحرك، فهحسب له الكاينيتيك انرجي. فده جسم بيعمل روتيشن، فالكاينيتيك انرجي هتبقى نص اي 1 في السرعه اللي هي اوميجا 1 سكوير. وقال لي ان الجيرز ملهاش انرشيا فمش هيبقى ليها كاينيتيك انرجي. البولي هيبقى ليها برضو كاينيتيك انرجي، نص الانرشيا بتاعتها اي 2 في الفيلوسيتي اللي هي اوميجا 2، هيبقى بالمنظر ده. وبعد كده عندي ال M2 وال M3، دول بيتحركوا لينير، فيبقى نص ال M2 في الفيلوسيتي سكوير ونص M3 في الفيلوسيتي سكوير. وقلت ان التوتال كاينيتيك انرجي دي في الاخر انا عاوز اشيلها واحط مكانها ايه، حاجه ايكويفالنت تسحب لي نفس الكاينيتيك انرجي، فيبقى نص الاي فيبقى نص اللي هو الاي ايكويفالنت في الاوميجا 1 سكوير، لان انا دلوقتي عاوز احط الاي ايكويفالنت عند الموتور فالسرعه بتاعته هتبقى اوميجا 1 سكوير. تمام. بس فمن الايكويشن دي انا هنا في عندي اوميجا 1 واوميجا 2 وفي، وانا عارف ان هو السيستم ده كله 1 ديجري اوف فريدم، فعشان اعرف احسب الاي ايكويفالنت محتاج اعبر عن الاوميجا 2 والفي ب فانكشن في الاوميجا 1، اوميجا 1 بحيث ان اقدر اكنسل الاوميجا 1 واقدر اعرف الاي ايكويفالنت بتساوي كام. تمام. فانا عندي هنا اول حاجه الاوميجا 2، ايه الريليشن ما بينها وما بين الاوميجا 1 اللي هو اللي هي الريدكشن بتاع الجير بوكس، جيفن ايه اوميجا 1 على اوميجا 2 بتساوي 2. فمن هنا اقدر اقول على طول مباشره ان الايه الاوميجا 2 بتساوي الاوميجا 1 على الاثنين. طيب وبالنسبة لللينير فيلوستي، فاللينير فيلوستي في علاقة ما بينها وما بين الأوميجا 2 اللي هو دلوقتي البولي ليها راديوس R، فأنا عاوز أعرف الكابل ده هيتحرك بسرعة لينير قد إيه، فهو على بعد R من السنتر اوف روتيشن اللي هو الراديوس، فتبقى الفيلوستي بتساوي ال R في الأوميجا اللي هي الأوميجا 2. بس أنا عاوز كل فانكشن في الأوميجا 1 فأشيل الأوميجا 2 بحط مكانها اوميجا 1 على الاثنين. تمام. بس فده كده اشيل اوميجا 2 واحط اوميجا 1 على الاثنين، واشيل الفي واحط ار على الاثنين في الاوميجا 1، اشيلهم واحط اعوض بيهم في الايكويشن بتاعت التوتال كاينيتيك انرجي، فهتلاقوا ان النص ضرب مع بعض والاوميجا 1 سكوير برضو طاروا من كل الترمات، ويفضل ان الاي ايكويفالنت بتساوي اي 1 زائد الاي بولي على 4 زائد مهندس ام 2 في الار سكوير على 4 زائد ام 3 في الار سكوير على 4. بس لحد كده حد عنده اي مشكلة في الكلام ده؟ باشمهندس، ممكن تاني ازاي بحول السرعة اللينير للروتيشن؟ تمام. انا دلوقتي عاوز احسب السرعة اللينير، هي موجودة عند الايه الطرف بتاع البولي، فالبولي بتلف بسرعة اوميجا، فانا عاوز اعرف اللينير فيلوستي عند اي بوينت. قلنا عشان انا احول من الحركه روتيشن للينير فيلوستي فبقول ان هي بتساوي ايه الار في الفيلوستي او ار في الاوميجا، يعني سرعه الدوران زي ار في سيتا، لما اعمل لها ديريفاتيف هتبقى ايه ار في السيتا دوت او اللي هي الار في الاوميجا. فانا عندي هنا النورمال ديستانس، انا عاوز احسب ال هنا عاوز احسب الانرجي هنا. اي ماما، عاملة ايه؟ انتي فين؟ يا جماعة بص، فدلوقتي عندي هنا الايه المكان اللي هو الجزء اللي بيتحرك لينير على طرف باشمهندس وحضرتك ميوت. تمام. اوكي فمعلش. فدلوقتي كده زي ما قلنا يا جماعه ايه اخر حاجه اللي هو عشان احول من روتيشن لينير موشن، فلما كانت بتبقى زاويه فكنت بقول الحركه اللينير بتساوي الزاويه
في النورمال ديستانس ما بين السنتر اوف روتيشن والبوينت اللي انا بحسب اللينير موشن عندها. الكلام ده لو عملت له ديريفاتيف فهتبقى السرعه اللينير هتساوي برضو النورمال ديستانس، بس الزاويه هتبقى في الايه، في السيتا دوت او اللي هي الاوميجا. فيبقى اللينير فيلوسيتي بتساوي الاوميجا مضروبه في النورمال ديستانس اللي هو في الحاله دي الار، الكابل على بعد ار عند طرف البولي والسنتر اوف روتيشن عند السنتر بتاعها. فالنورمال ديستانس هي الايه، الار. فبس عشان كده قلت الفي بتساوي الار في الاوميجا 2، وشلت الاوميجا 2 حطيت مكانها اوميجا 1 على الايه، الاثنين. تمام. تمام يا باشمهندس. حاجة تاني، هو السيشن مش بيتسجل؟ تالي في حد يعني، شوف لو في حد عندكم يسجل. تمام. ممكن حضرتك تاني تبدأ محمد الكيبورد من على حضرتك. بيتسجل وسيم. طيب. طيب بعد كده بالنسبة بقى ايه، احنا كده جبنا اول جزء اللي هو الاي ايكويفالنت، ناقص بقى تاني جزء اللي هو السميشن اوف تورك. فالسميشن اوف تورك احنا قلنا عاوز احسبه عند الايه، عند الموتور. فالتي 1 بتأثر على نفس المكان، فخلاص مش محتاجة انقلها، مش محتاجة اعمل لها اي حاجة. اجي ابص للسيستم ايه الفورسز او التوركس التانية اللي موجودة، فالاقي ان مفيش اي حاجة غير الايه، دول تو ماسز وفي جرافيتي، فهيبقى في ايه الفورسز او هيبقى ليهم ويت. تمام. بس فالويت، بس عاوز هو في هنا حاجة زي زوم بتعمل يعني عامل مارك أو حاجة. فانا عندي الجزء ده هيبقى فيه ويت لتحت ام 3 في الجي، وهنا هيبقى فيه ام 2 في الجي. فعلشان اشوف هم هيعملوا لي تورك قد ايه، فالتورك بتساوي الويت الفورس في النورمال ديستانس، ففي فورس هنا بتساوي ام 3 في الجي في النورمال ديستانس اللي هي الار، وفي هنا برضو فورس ام 2 في الجي عشان احولها لتورك هضربها في النورمال ديستانس الار. طيب مين بقى البوزيتيف ومين النيجاتيف؟ انا عندي اتجاه البوزيتيف ان التورك 1 الناحيه دي والاوميجا 1 بتلف، يعني دي المفروض مع الساعه، سوري عكس الساعه، والاوميجا 2 من الرسم واضح انها بتلف عكس مع الساعه. تمام. عشان الجير بوكس بيغير الاتجاه بتاع الدوران، فيبقى البوزيتيف عندي مع الساعه. فالام 3 في الجي تبقى التورك بتاعتها بالبوزيتيف، والام 2 في الجي التورك بتاعتها بالنيجاتيف. فعلشان كده قمت عامل ايه، هيجي هنا التورك عند البولي بتساوي الام 3 في الجي في الار دي البوزيتيف، والام 2 في الجي في الار هتبقى بالنيجاتيف، لان دي بتبقى ايه اتجاه الدوران عندي البوزيتيف بتاعه ايه مع الساعه. تمام. الفكره بقى كلها ان دي التورك دي موجوده عند البولي، فانا عند البولي انا المفروض احنا عاوزين ندرس السمشن اوف تورك عند الموتور، فعلشان فلازم انقل البولي من التورك من مكانها عند البولي للموتور. فدي تاني ايه او تاني حاجة صعبة في المسألة دي. احنا قلنا اول حاجة لما احب انقل الماسز او الانيرشيا بستخدم الكاينيتيك انرجي، علشان انقل التورك او فورس بستخدم اللي هو الايه، قانون بتاع الباور. تمام. احنا عارفين الباور بيساوي في حالة اللينير بيساوي الفورس في الفيلوسيتي، وفي حالة الروتيشن بيبقى الفورس بتبقى تورك والفيلوسيتي بتبقى اللي هي الاوميجا او الانجلر فيلوسيتي. فالمفروض التورك عند البولي بيعمل باور بتساوي، هو دلوقتي التورك بولي اللي احنا حسبناها، والسرعه بتاعتها في الحاله دي هتبقى ايه، اوميجا 2، لان هي موجوده الناحيه دي فسرعتها اوميجا 2. انا عاوز احط عند عاوز احط تورك عند الموتور تسحب لي نفس الانرجي، فالتورك لما انقلها للموتور المفروض هتبقى سرعتها كام؟ فده بقى الباور بعد لما انقل للموتور. فالمفروض هيبقى فيه تورك اللي هي المفروض الايكويفالنت بتاع التورك بتاعت البولي عند الموتور دي، انا لسه عاوز احسبها مش عارف هي بتساوي كده. تمام. ولما تتنقل الموتور فهتبقى دلوقتي بتلف بسرعه ايه، اوميجا 1. تمام. فانا معايا التورك بتاعت البولي حسبتها اللي هي الايكويشن اللي فوق، وفي اوميجا 2 واوميجا 1. الحاجه اللي انا مش عارفها هو الايه، التورك بتاع الموتور.
اللي هو الايكويفالنت او اللي هو التورك اللي عند البودي دي لما تتنقل للموتور هتساوي كام، اللي هي التورك ايكويفالنت ات موتور. فلما اخلي دي لوحدها فهتبقى بتساوي التورك بولي مضروبه في الاوميجا 2 على الاوميجا 1، والاوميجا 2 على اوميجا 1 انا عارف الريشيو بتاعتها اللي هي جيفن في المساله هنا، اللي هي بتساوي اوميجا 1 على اوميجا 2 ب 2، فيبقى اوميجا 2 على اوميجا 1 اللي هو العكس بتاعها اللي هو ايه نص بس. فمعنى كده ان نتيجه الجير بوكس اللي هنا اللي هو في المساله في تورك عند البولي، بس الموتور مش هيحس بكل التورك دي، هيحس بايه بنصها بس، وده فعلا حاجه انا متوقعها، لان احنا لما بنستخدم جير بوكس في اي سيستم بيبقى هدفه ان هو يقلل سرعه الموتور ويزود ايه التورك. فانا لو ماشي من هنا لهنا بيزود التورك، او بمعنى تاني او لو نفس المعنى بتاعها بالعكس ان هو بيقلل اللود على الموتور. تمام، بس فده ايه لازمة الجير بوكس. ومن الايكويشن طلع لي فعلا ان الايه نتيجة الريدكشن اللي حصل في الجير بوكس التورك اللي عند الموتور هتبقى نص التورك اللي عند البولي. تمام، واشيل التورك بولي واحط ال M3 ماينس M2 في الجي في الار، يبقى دي الايه الايكويشن اللي عندي. طيب بعد كده في برضو طريقة مختصرة جاية من نفس الطريقة دي، اللي هو لو انت عندك تورك في مكان معين وعاوز تنقلها لمكان جديد فهتساوي التورك في المكان القديم اللي انت عارف القيمة بتاعته بتساوي كام مضروب في السرعة في المكان اللي هو كان فيه على سرعة المكان اللي انت عاوز تنقله. تمام، لو انت طبقت على الحاجة اللي فوق، انا دلوقتي الاولد بليس عندي كان هو موجود عند البولي، والمكان الجديد اللي انا عاوز انقل التورك ليه اللي هو عند الايه الموتور، فالبولي هو المكان القديم والموتور هو المكان الجديد، فهيساوي التورك عند البولي اهي مضروب في الاوميجا المكان القديم اللي هو عند البولي اللي هو كان بيتحرك عندي باوميجا 2 على المكان الجديد اللي هو الموتور اللي هو بيتحرك باوميجا 1. فيعني القانون ده هو جاي من نفس الايه اللي هو او يعني فكرته جت منين، ان هو جاي من القوانين بتاعة الباور. تمام، فاحنا قلنا يا جماعة احنا بنحل المسائل دي ان احنا بنغير شكل المسألة شوية، أو بنجيب حاجة equivalent ليه، بنشيل كل الماسز والإنيرشيا اللي موجودة في السيستم وأحط مكان وأحط ماس واحد بس أو إنيرشيا واحدة بس تسحب لي نفس الكاينيتيك إنرجي اللي أنا إيه اللي السيستم بيسحبها. تمام، وبالنسبة للأحمال بقى معلش يا اللي هي باشمهندس، الفورسز عندي سؤال والتوركس الموجودة. اتفضل. باشمهندس، عندي سؤال في الإيكويشن التانية بتاعت التي بولي في الأوميجا 2 بتساوي تي إيكويفالنت في أوميجا 1، فالتي 1 تمام، راحت فين؟ تي 1 راحت فين؟ لا التيون دي حاجة تانية خالص، دي موجودة عادي، بس احنا بص انت عندك زي ما قلنا لو انت بصيت على المسألة هنا هتلاقي ان في ايه في تورك عايز اتحرك السيستم اللي هو التي 1 دي موجودة. تمام، وزي ما قلنا هي موجودة عند نفس المكان اللي انا عاوز ادرس السيستم عنده، فمش محتاج انقلها. احنا قلنا بندرس الايكويشن اللي هو الاي سي دبل دوتس بيساوي سميشن اوف تورك عند الموتور، فالتي 1 موجود عند الموتور، فتمام دي خلاص دي موجودة ايه مكانها، مش هغير فيها حاجة. المشكلة كلها في الايه، في حمل تاني عندي اللي هو بتاع الماسس ده، فده حسبته ونقلته. بعد كده بقى بعد ما حسبته وجبت الايكويفالنت بتاعه، لما اجي بقى احسب الاي ايكويفالنت سيتا دبل الاي ايكويفالنت في السيتا دبل دوت او اللي انا ممكن اشيله احط مكانها اوميجا دوت بيساوي سميشن اوف تورك، ساعتها تي 1 اهي زائد الايه التي اللي هي البولي الموتور اللي هو الايكويفالنت بتاع التورك عند الايه الموتور اللي هو التورك بتاع البولي الايكويفالنت بتاعه عند الموتور بيساوي كام اللي احنا حسبناه من هنا ده. تمام، تورك 1 موجودة زي ما هي. اوكي، يعني انت كان عندك انت بتحسب سميشن اوف تورك، بتحسب كل التوركس الموجودة عندك في السيستم، ففي تورك تي 1 دي موجودة خلاص حسبتها، وبعد كده قلنا الماسس دي بتعمل لي تورك تمام جديدة ماشي عند شكرا البولي، شكرا فايه بنقل بس. فزي ما قلنا ده اللي هو القانون ده تقدر تستخدمه، او الحاجة اللي انا بفضلها ان انت دايما تستخدم القانون بتاع الباور، لان ساعات بيبقى فيه حاجات بتتحرك لينير او فورسز لينير وتورك، فعشان ما تلخبطش نفسك اشتغل دايما بالايه بالباور بالقوانين بتاعة الباور. ودايما عشان احنا شغالين 1 degree of freedom فهتلاقي في ريليشن ما بين سرعة الدوران وما بين linear velocity او اي اوميجا تاني.
تمام بس، ويبقى الـ I equivalent C double dot بيساوي summation of torque اللي هي T1 زائد الـ A التورك اللي احنا نقلناها من البولي. بس حد كده عنده أي سؤال في المسألة دي؟ طيب المسألة دي تعويض مباشر ما فيهاش أي مشكلة، فدي انتوا جربوا حلوها. هي فكرتها بسيطة جدا. هنا بيقول لك إن أنت عندك دلوقتي الجيرز ودي لك الانيرشيا بتاعتها، وكل المطلوب عاوز الايه السيستم عند او فانكشن في الاوميجا 3 والتورك تي از انبوت. يعني عاوز اعرف لما التورك دي تدخل هنا كانبوت للسيستم، عاوز اعرف المفروض الاوميجا 3 دي هتبقى بتساوي قد ايه. فاحنا كده كده بندرس السيستم عند نقطة واحدة، هدرسه الاول عند الموتور، تمام، اجيب الاي ايكويفالنت عند الموتور واجيب الديفرنشال ايكويشن، وبعد كده لو حبيت اعرف اوميجا 3، لو انا عرفت الاوميجا 1 هعرف اجيب ريليشن ما بينها وما بين الاوميجا 3 اللي هي الايه الريدكشن ريشيو. فهتعوض تعويض، هتعوض تعويض مباشر، وايه ودي هتبقى مسألة اساينمنت عليكم، يعني سهلة ما فيهاش حاجة. المسألة رقم 28، هنا بيقول لك ان انا عندي في ليد سكرو، تمام. الليد سكرو ده هو هدفه ان انت بتعمل ايه، بتلفف الشافت اللي هو الالوز ده، فبينتج عنه ان الصامولة دي بتتحرك حركة ايه لينير، تمام. فلما بيحصل اللي هو الشافت ده ليه انيرشيا اي اس وبيلف بسرعة دوران اوميجا، فاللي هيحصل ان الصامولة دي هتتحرك لينير، حركة لينير بفلوستي بتساوي في. هو هنا بيقول ان ليد سكرو ده is used to convert the rotation of motor shaft into translation motion of the mass m، تمام، بيحول من دوران للينير. والمعلومة اللي قالها ان هو لما بيلف او لما الشافت بيلف لفة كاملة، فالمفروض ان الماسة هتحرك مسافة ايه ال، تمام. فدي اللي هي الايه الريليشن بس. فالشافت لما يلف 360 ديجري او لفه كامله او اللي هي 2 باي، المفروض السيستم هيتحرك حركه لينير بتساوي ايه ال. يعني اكيد انتوا خدتوا الحاجات دي قبل كده في الـ في السيري اوف ماشينز. بعد كده بيقول از فيلت اون شافت اون ذا موتور شافت، عاوز يعرف ايه هو الايكويفالنت ماس، او يعني بمعنى تاني عاوز يعرف الماس ده هيرفلكت كانيرشيا بتساوي كام، او ايه الايكويفالنت انيرشيا بتاعته عند الموتور. ده هو معنى كان بيقول لك اسفلت اون ذا موتور شافت، يعني انا دلوقتي عاوز اعرف ايه التاثير على الموتور. ذا ترانسليتنج ماس ابيرز از ان ايكويفالنت انيرشيا، يعني عاوز اعرف الحركه الماس اللينير ده. احنا قلنا الماس هو مقاومه الجسم للحركه في الاتجاه اللينير، ف انا عاوز اعرف الماس ده هيرفلكت كانيرشيا بتساوي كام عند الايه الموتور بس. فهنا بيقول لك وبرضه استخدم الكاينيتيك انرجي علشان تدرايف الايكويفالنت انيرشيا بتاعت السيستم كله عند الايه عند الشافت يعني. فنفس الكلام، هو بس المساله دي اللي مختلف فيها شويه ان هو حاجه لينير، بجيب الايه الايكويفالنت انيرشيا بتاعتها بيتحول من لينير للروتيشن، يعني من ماس لانرجي او الماس مومنت اوف انرجي. فاحنا برضو بنستخدم الكاينيتيك انرجي، فانا عندي التوتال كاينيتيك انرجي هنا ايه الحاجه اللي هي ماس وبتلف، اللي هو الشافت دي مومنت اوف انرجي اي اس وبيلف بسرعه اوميجا، فالكاينيتيك انرجي هتبقى نص الاي اس في الاوميجا سكوير، والماس ام ده بيتحرك لينير فيلوسيتي في، فيبقى الكاينيتيك انرجي بتاعته نص الماس في الفيلوسيتي، فهتبقى نص ام في الفي سكوير. بعد كده الريليشن بقى ما بين ال في وما بين الاوميجا، لان ده 1 ديجري اوف فريدم، فانا عارف ان الريليشن ان هو لما بيلف لفه كامله بيتحرك مسافه ال. فيعني لو حبيت اعملها بالكروس مالتيبليكيشن، ادي الزاويه وادي اللينير ديستانس، فلما يلف مسافه او زاويه 2 باي او 360 بتبقى الديستانس بتاعته ال. فلو لف مسافه جنرال سيتا الاكس هتساوي كام؟ هعمل كروس مالتيبليكيشن اللي هي الاكس بتساوي سيتا على 2 باي في ال. سيتا على 2 باي يعني هو لف نسبة قد ايه من اللفة الكاملة، واضربها في ال اللي هي المسافة اللي بيتحركها لما يلف لفة كاملة.
تمام، وادي الكروس مالتيبليكيشن بتاعها. فهاجي اشيل الاس بحط مكانها ايه؟ طيب انا هنا محتاج اشتغل بال سوري، لما تيجي بقى تعمل ده اللي هو الديستانس عشان تعملها فيلوسيتي، فاعمل لها دريفتيف تبقى الاكس دوت او اللي هي اللينير فيلوسيتي في بتساوي ال L والاتنين باي دول ارقام ثابته يفضلوا زي ما هما، والسيتا هتبقى ايه؟ سيتا دوت او اللي هي الاوميجا. فيطلع لي في الاخر دي ريليشن ما بين الايه؟ ال V والاوميجا. تمام؟ حد عنده اي مشكله فيها؟ انا دلوقتي معايا الريليشن بين الفي والاوميجا على حسب، فاقدر اشيل الاوميجا واحط مكانها في، او اقدر اشيل الفي واحط مكانها اوميجا. طيب انا محتاج مين فيهم؟ هو هنا قال لك انا عاوز اعرف الانيرشيا ايكويفالنت عند الايه الشافت كروتيشن، او الايكويفالنت ماس مومنت اوف انيرشيا. فانا عاوز كله يبقى فانكشن في الاوميجا، علشان ايه؟ او بمعنى تاني عاوز اشيل كل ده واحط مكانهم نص ايكويفالنت انيرشيا، وهتتحرك ساعتها بالايه؟ بالاوميجا. فهشيل الفي واحط مكانها ايه؟ اوميجا، عشان يبقى كل اوميجا، واطير الاوميجات مع بعض، واطير الايه؟ الانسوس دي كلها مع بعض. فهيطلع لي في الاخر ادي الكاينيتيك انرجي، وادي الايكويفالنت اللي انا عاوز اوصل له. وبعد كده هكنسل الاوميجا والنص، يفضل عندي الاي ايكويفالنت بتساوي نص ام في ال ال سكوير على 4 باي سكوير زائد الاي في الاس. بس ده كده الايكويفالنت انيرشيا اللي السيستم شايفها. لو انا ركبت موتور هنا مثلا، فهتبقى هي دي الايه؟ الانيرشيا اللي الموتور شايفها. تمام؟ آه بس فاهم المسألة دي برضو بسيطة، ما فيهاش أي حاجة. حد عنده أي سؤال فيها؟ هو احنا هنركب موتور فين يا باشمهندس؟ لا أنا بقول لك، لو حبيت إن أنا أركب موتور هنا على عند الشافت ده عشان يلف في الليد سكرو والماس، فلو تخيلت إن أنا ركبت موتور، فإيه الانيرشيا اللي هو هيكون شايفها؟ هتبقى اللي هي الايه؟ اللي هي الايكويفالنت. طيب يا باشمهندس، لو عايز يجيب علاقة بين ال L والأوميجا بس، يعني ال عايز والاوميجا الموتور يلف كام، يعني كام لفة يتحرك مسافة قد إيه أو كده؟ ماشي تمام، ممكن تستخدم دي برضه. يعني انت عندك هنا ايه؟ ادي الريليشن ما بين الزاوية واللينير ديستنس. اللي انا عارفه ان هو لما بيلف زاوية لفة كاملة 2 باي بيطلع لي ديستنس ايه؟ مسافة ال. فانت بقى على حسب، لو انت مثلا عندك زاوية وعاوز تعرف الزاوية دي هتلف في مسافة قد ايه، فهتقوم ضارب الزاوية في ال L على 2 باي. تمام؟ طيب لو العكس، لو انا عندي مثلا هنا انا عارف ان السيستم مثلا اتحرك مسافة معينة لينير، عاوز اعرف المفروض الزاوية اللي هتناظرها، او عشان الصامولة تتحرك المسافة دي لينير الشافت هيلف زاوية قد ايه، فاقوم جايب المسافة دي اقسمها على ال L وضاربها في ال 2 باي، او اللي هي كروس مالتيبليكيشن المسافه في ال 2 باي على الايه؟ ال ال. فاهمني؟ بس فدي تمام. دي الاساس اللي عندك انت بقى، على حسب عاوز تحسب سيتا، عاوز تحسب اكس، اللي انت عاوزه. اوكي. بعد كده في ايه؟ المساله دي يعني المساله دي كبيره شويه، هي سهله بس هي يعني طويله شويه، ودي هتبقى assignment عليكم. تمام؟ وحاولوا يا جماعة اعملوها يعني، ركزوا في حلها علشان دي مسألة هي مهمة، هي لما الأفكار بتاعة الشيت، وفي نفس الوقت ركزوا برضه على الأساينس، لأن هي الأساينس بيبقى عليها درجات في الإيه؟ في أعمال السنة. ف سلموها. أنا ممكن مثلا لو يعني مش شرط تسلموها الأسبوع الجاي، سلموها الأسبوع اللي بعده. أوكي؟ بس فانا برضو هبعت لكم الاسايمنت، يعني المساله دي لوحدها في PDF، ويبقى يعني عشان الاسايمنت يبقى واضح ايه المطلوب فيه. تمام؟ بس برضو تعالوا نبص كده على فكرتها، علشان ايه لما تحلوها ما يكونش فيه صعوبه في حلها. هنا المساله بتقول ايه؟ اول حاجه ان انا عندي فيه الكونفير درايف سيستم to produce translation on the load is shown in the figure. يعني المختصر بيقول ان انا عندي الفيجر ده، السيستم ده هدفه ايه؟ ان انا عاوز احرك اللود ده. تمام؟ ده ممكن يبقى سير مثلا خط انتاج معين، وده اللي هو السير اللي بيتحرك، ودي مثلا منتجات عليه. فانا هدفي ان انا انقل اللود ده من مكان لمكان تاني معين. تمام؟ زي اللي تشوفها في المصانع. بس فانا عاوز اعرف دلوقتي السيستم ده عبارة عن ايه؟ ادي اللود موجود على الدرايف شينز دي. طيب الدرايف شينز دي او السير ده ايه اللي بيلففه؟ في عندي الدرايف ويلز. طيب الدرايف ويلز دي ايه اللي بيلففها؟ في هنا عندي سبروكت اند تشين،
تمام، ده زي اللي هو الجنزير او اللي هو البوليز اللي بتنقل الحركة. وبعد كده ده بيبقى واخد كل الطاقة بتاعته منين، او ايه اللي بيحركه اساسا؟ الموتور. ماشي يا جماعة؟ فانت في الاول خالص عندك الموتور، تمام. الموتور زي ما قلنا هو نادرا لما بستخدم موتور كده على طول، لان الموتور بيطلع لي سرعة كبيرة وترك قليلة. فبركب الريديوسر، الريديوسر ده جير بوكس، كل اللي بيعمله ان هو بيقلل السرعة ويزود لي التورك، يعني بيحول الباور ثابتة، بس بدل ما هي اغلبها سرعة بيخلي ايه، بيقلل السرعة ويخليها ايه، تورك. بعد كده بيدخل الحركة بتتنقل عن طريق السبروكت اند تشين، ويبدأ ان هو ايه، يلفف لي الدرايفنج ويلز دي، والدرايفنج ويلز تبدأ تحرك التشين، والتشين ده او اللي هو السير ده بيبدأ لما يتحرك بيحرك مع الايه، اللود. بس حد كده مش فاهم المسألة شغالة ازاي؟ فهنا بيقول ان الكونفير هدفه ان انا اعمل ترانسليشن عند الايه، اللود. الريديوسر قال لك ان الريديوسر ده عبارة عن جير بير، يعني هما تو جيرز مع بعض، بيقلل سرعة الموتور بايه، بنسبة 10 to 1. يعني لو الموتور بيلف 100 ار بي ام، فاللود هيتحرك بايه، 10 ار بي ام. بعد كده بيقول ان الموتور انيرشيا بيساوي الرقم ده، اللي هو فين في المسألة، اللي هو الموتور اهو، الموتور ده ليه انيرشيا بتساوي اي 1. وبعد كده الريديوسر انيرشيا as felt on the motor shaft تساوي الرقم ده. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ بيقول لك ان الانيرشيا بتاعت الريديوسر الجير بوكس ده عبارة، او الريديوسر ده زي ما قلنا هو جير بوكس، وهو قال لك هنا ان هما تو جيرز بيلفوا مع بعض، فدي جيرز وبتلف فليها انيرشيا. فهنا هو قال لك ان الانيرشيا as felt on the motor shaft، يعني هو حسب لك الايكويفالنت بتاعها عند الموتور على طول بيساوي كام، تمام. بس عشان في مسائل تانية هنشوفها بعد كده، لا انت ممكن تحسب انت الانيرشيا بتاعت الجير بوكس بتساوي كام، دي في المسألة اللي بعدها، بس هنا هو جابها لك جاهز. فعشان كده ركزوا في الايه، في الكلام بتاع المسألة. وبعد كده قال لك الانيرشيا بتاع التاكوميتر از ايه، قال لك اهملها، نجلكت الانيرشيا بتاعت التاكوميتر. طيب بعد كده ايه هو التاكوميتر ده اساسا؟ يعني عشان بس تبقى فاهم المساله، التاكوميتر ده بيقيس سرعه الدوران، تمام. ده بحطه هنا على الشرط عشان يقيس لي سرعه الدوران. ده بيبقى مهم في حاجات ليها علاقه بالكنترول، لو انا عاوز اخليه يلف بسرعه معينه، بس هنا في المساله ملهاش ايه، اي لازمه. وهو قال لك ان هو كده كده الانيرشيا بتاعتها مش موجوده، فخلاص مالناش دعوه بيه. بعد كده البروبرتيز بقى قال لك ان السبروكت 1 اللي هو ده ادالك الانيرشيا بتاعته والايه، الراديوس والماس. فانت من الراديوس والماس تعرف تحسب الايه، الانيرشيا نص ام ار سكوير. والسبروكت 2 برضو نفس الكلام. وبعد كده اللي هو الماس، فين اللي هو التشين ماس، جاب لك الماس بتاعتها، تمام. فانت تقدر لما تيجي تحسب الكاينيتيك انرجي للتشين ده بيتحرك حركة لينير، تمام، فيبقى نص ام في الفي سكوير الماس. خلاص طب الفيلوسيتي هتساوي كام؟ هتلاقي ان الفيلوسيتي تقدر تجيبها ايه العلاقة ما بين السرعة دي وما بين السرعة بتاعة الموتور مثلا، او ما بين سرعة الشافت ده. فانا عارف لو انا حسبت سرعة الشافت ده كأوميجا، فالحركة اللينير هتساوي كام؟ دي حركة لينير، عاوز احول من الحركة الروتيشن او من سرعة الدوران بتاعت السبروكت للحركة اللينير بتاعت التشين، فهتلاقي ان الحركة اللينير بتساوي الار في الايه؟ في الاوميجا، تمام، زي كل المسائل. يا اما الاوميجا بتاعت السبروكت 1 في الريديوس بتاع السبروكت 1، يا اما الاوميجا بتاعت السبروكت 2 في الايه؟ في الار بتاع السبروكت 2، تمام. بس فعشان دي عشان تحسب الكاينيتيك انرجي بتاع التشين، لان التشين هنا ليها ماس فيبقى ليها كاينيتيك انرجي. طيب والدرايف شافت برضو نفس الكلام، اللي هو الدرايف شافت اللي هو ده، تمام، برضو مدي لك الماس والرادياس بتاعه، فتقدر تحسب الانرشيا. والدرايف ويلز اللي هي
اللي هو ده وده، دول تقدر برضو ايه دي لك الماس والانيرشيا، تقدر تحسب الماس والراديوس، تقدر تحسب الانيرشيا بتاعتهم. والتو تشينز اللي هما اللي فوق برضو مدي لك الماسز بتاعتها. تمام، مهندس، هو الانيرشيا هنا قصده ام ار سكوير يعني؟ تمام، هو مدي لك الماس. بس بص يعني هي في الويلز الحاجات السلندر، فهتلاقي ان هو في راديوس ماس تعرف تحسب الانيرشيا بتاعتها اللي هي نص ام ار سكوير. في التشينز تمام اللي هي في السيور دي، هتلاقي ان هو مدي لك ماس بس، يعني انت ده بيتحرك لينير، فالماس محتاج تجيب له الفيلوستي ويبقى الانيرشيا او الانرجي بتاعته نص ام في الفي سكوير. تمام، بس فالمسألة دي هو رغي كتير جدا، بس هي في الآخر احنا زي ما قلنا انت عاوز تحسب هنا العلاقة ما بين التورك بتاع الموتور والسرعة بتاعة الموتور، فهتبقى اي سيتا دبل دوت او الاي ايكويفالنت في الاوميجا بتاعة الموتور دوت بيساوي السمشن اوف تورك. تمام، فأول حاجة محتاجين نعرفها الاي ايكويفالنت، فهنا المسألة لما تيجي تحسب الاي ايكويفالنت هتبقى ايه؟ لازم تحسب الأول الكاينيتيك انرجي بتاعة السيستم كله، فيبقى نص الاي اوميجا سوري نص الاي بتاعه الموتور في السرعه اللي هي اوميجا موتور سكوير. تمام، زائد ان عندي الريديوسر او الجير بوكس برضه الانيرش، فيبقى نص الانيرشيا بتاعه الجير بوكس في الايه في الفيلوستي سكوير، بس هو قال لك ان الايكويفالنت انيرشيا قد الموتور، فهتبقى ايه السرعه بتاعته نفس سرعه الموتور. تمام، والسبروكت مدي لك الماس والراديوس، فيبقى الانيرشيا بتاعته نص ام ار سكوير، والفيلوستي بتاعته هتبقى الفيلوستي بتاعه الموتور، ونتيجه انها عدت بالريديوسر فهتبقى الاوميجا بتاعه الموتور على ايه 10. تمام، اول سكوير الشين ده ليه ماس وبيتحرك لينير، فيبقى نص الماس في الفيلوستي سكوير. طب الفيلوستي زي ما قلنا بتساوي الاوميجا، لو الاوميجا بتاعه السبروكت 1 في الراديوس بتاع السبروكت 1، او الاوميجا بتاعت السبروكت 2 في الراديوس بتاع السبروكت 2. اوكي، بس وبعد كده السبروكت 2 ده ليه انرش ويلف، دي لك الماس والراديوس بتاعته، فيبقى نص ام ار سكوير ده اللي هو الانرشيا، هضربها في الايه فنص الانرشيا دي في الاوميجا سكوير اللي هي هنسميها مثلا اوميجا 2 او اوميجا 3 على حسب انت الحل بتاعك. والشافت ده كمان مدي لك الماس ومدي لك الرادياس بتاعه، فيبقى ده برضو الانيرشيا بتاعته نص ام ار سكوير، وبعد كده بتضربها في الايه في الفيلوستي بتاعته اللي هي برضو اوميجا 2 او اوميجا 3 اللي انت مسميه. السبروكت 2 والدرايف شين سوري السبروكت 2 والدرايفنج شافت او درايف شافت ده والدرايفنج ويلز كلهم بيلفوا بنفس السرعة. تمام، ودرايفنج ويلز برضو هتلاقي ان هو مدي لك الماس والرادياس بتاعته، والشين ده هتبقى بيتحرك بلينير فيلوستي بتساوي السرعة بتاعة او سرعة الدوران اللي هي الاوميجا بتاعة الدرايف ويل في الراديوس بتاع الدرايف ويل، واللود برضه هيبقى نص الماس في الفيلوستي سكوير، الفيلوستي بتاعته هتبقى نفس الفيلوستي بتاعة الايه الفيلوستي بتاعة السير اللي هي الاوميجا بتاعة الدرايف شافت او الاوميجا بتاعة الدرايف ويل مضروبة في الايه في الريديس. فتلاقي في ترمات كتيرة جدا، بس في ريليشن ما بين كل السرعات وما بين الأوميجا بتاعة الموتور. تمام، تعرف تجيب الكلام ده كله وتعوض ايه تخليها كلها فانكشن في الأوميجا بتاعة الموتور، وهتلاقي بعد كده الأوميجا بتاعة الموتور والانصاص كلها اتكنسلت، تعرف تحسب الايه الاي ايكويفالنت. تمام، بعد اللود بتاع الفريكشن بيساوي 54 نيوتن متر ات ذا درايف شافت. فين الدرايف شافت؟ اهو. تمام، فالمفروض اللود ده انت بيضغط على السير، فلما بيجي يلف بيحمل على المفروض على البيرنج اللي موجود في الشافت القصه دي كلها. فالمهم ان هو بيعمل ايه فريكشن، بس هو ريحك ما قالكش يعني، هو قال لك على طول ان التورك فريكشن بيساوي ايه قيمه معينه عند الدرايف شافت عند الشافت ده. تمام، انا عارف اوريدي الايه
الشافت ده التورك هنا. فلما اجي احسب السمشن اوف تورك بتاع الموتور، سوري، لما اجي احسب بقى عند الموتور الاي سي ده والدوت بيساوي سمشن اوف تورك، ففي تورك موتور جاهزه، تمام. طيب وبعد كده في ايه؟ تورك فريكشن. بس تورك فريكشن مش بتاثر على الموتور على طول، دي بتعدي على السبروكت وبتعدي على ايه؟ ريديوسر. فساعتها هستخدم نفس القانون اللي احنا قلناه هنا، اللي هو لو عاوز احسب، عاوز انقل تورك من مكان قديم، من مكانها عند الدرايفنج شافت للمكان الجديد عند الموتور، فيساوي تورك عند درايفنج شافت اللي هي جيفن في المسألة مضروبة في سرعة الدرايفنج شافت على السرعة بتاعة الايه؟ الموتور، تمام، اللي هي هنا. انا عارف الريليشن ما بين ده وما بين سرعة الموتور، هضربها في تورك اللي هنا. بس خلي بالك لما تحطها، تحطها بالايه؟ بالماينس، لان قال لك ان دي فريكشن او ريزيستنس تورك، فتبقى عكس الحركة. الموتور عاوز يحركه اتجاه البوزيتيف، والفريكشن بيبقى عاوز ايه؟ يمنع الحركة دي، تمام. بس فده هيبقى الايه؟ التورك. بعد كده هتجيب الايكويشن، هتطلع لك صورة ايه؟ حاجة بسيطة وتقدر تستخدمها بعد كده، تمام. يعني المسألة دي انا عاوزكم بس تحل، يعني وما تقلقوش من بعض، انا عاوز كل واحد يجرب يحلها، علشان لو عرفت تحل المسألة دي كويس فكده المسألة بتاعت الشيت ده بالنسبة لك ايه؟ تمام. لو عندك مشكلة فيها يبقى انت كده ايه؟ الشيت ده بالنسبة لك فيه مشكلة. وزي ما قلت لكم ركزوا على الشيت ده كويس، لان الدكتور بيجيب منه مسائل كتير في الفاينل. المسألة دي كده عايز اي equivalent يا باشمهندس؟ المسألة دي عاوز الإيكويشن، عاوز يعرف هنا الـ I theta double dot بيساوي summation of torque، الـ differential equation بتساوي كام؟ أو الـ mathematical model بيساوي إيه؟ تمام؟ أو يقول لك الـ equation of motion. فأنت اللي هي الـ I theta double dot أو الـ I omega dot بيساوي summation of torque عند الموتور، فمحتاج تحسب الـ I equivalent، محتاج تحسب التورك أو summation of torque عند الموتور. فهتنقل لو في تورك بعيد عن الموتور او فورس بعيد عن الموتور، تنقلها للايه؟ الموتور، تمام. فكده كده اوريدي انت محتاج تجيب الاي ايكويفالنت، مش يا جماعه؟ فجربوا فيها، ولو حد عنده اي مشكله يسالني فيها الاسبوع الجاي ان شاء الله. بعد كده هنا بيقول لك لو بعد ما تجيب كونستانت تورك او الفاليو بتاعت التورك الموتور بيطلعها بتساوي الرقم ده، احسب لي الفيلوسيتي هتساوي كام. فهي الايكويشن هتبقى حاجه في الاوميجا دوت بيساوي التورك دي، فلما تيجي تعوض بالتورك هتبقى كلها فانكشن، تعرف تجيب الاوميجا دوت بتساوي. فلو دي الريت اوف تشينج بتاع الاوميجا دوت، فالاوميجا مع التايم هتبقى بتساوي كام، تضرب الاوميجا دوت دي في التي. زي لو انا مدي لك فيلوسيتي وبقول لك الديسبلاسمنت بتساوي كام، انا عارف ان velocity بتساوي distance على التايم، فال distance هتساوي velocity في التايم. فهنا برضه من ال equation هتجيب ال omega dot، فلو انت عاوز تجيب ال omega فهتضرب ال omega dot دي في التايم، يبقى ده اللي هو ال expression او ال function بتاعت ال v، تمام. سواء بقى عاوز omega dot ماشي، عاوز v برضه ايه، مفيش مشكلة، احنا قلنا كده كده في relation ثابتة ما بين الاتنين، تمام. بعد كده اخر سؤال، او اخر سؤال ده، انت بعد ما تجيب الايكويشن، بص برضه يا جماعه عشان تبقوا عارفين هي الايكويشن هتبقى بتساوي كام، او يعني هتبقى حاجه شبه ايه. تمام، المربعين دول ارقام، ده الايكويفالنت انيرشيا، وده اللي هو التورك فريكشن لما تنقلها للموتور. الاثنين دول هيبقوا ارقام. ايه الانونز اللي عندك بيتغيروا؟ الاوميجا دوت والتورك موتور. المفروض لما تخلص الايكويشن هتطلع لك حاجه بالمنظر ده، تمام. فدلوقتي لو في اول، في سؤال رقم بي قال لك التورك موتور ده برقم بفاليو معين،
تمام، وبيقول لك احسب لي الاوميجا دوت، فهتبقى كلها ارقام مع بعض تجمعها وتطرحها يطلع لك ان الاوميجا دوت برقم. زي مثلا لو قلنا ان الاوميجا دوت دي طلعت وليكن ب3، تمام. فمعنى كده لو انا قلت لك احسب لي شكل الاوميجا مع التايم هيبقى عامل ازاي، فلو الاوميجا دوت اللي هو الريت اوف تشينج بتاع الاوميجا بيساوي 3، فمعنى كده ان الاوميجا بتزيد 3 يونتس كل ايه تايم ستيب. او منها اقدر اقول ان الاوميجا هتساوي كام، الاوميجا دوت اللي هي الثلاثة في الايه في التي اللي هو التايم، تمام. ده السلوب بتاعي او ده الريت اوف تشينج. اوكي، فلو انا بادئ من الصفر، وهنا هتلاقي في المسألة بيقول لك ان هو بادئ من عند الزيرو، بادئ الحركة من الايه من الزيرو. اوكي، بس فلو انا بادئ عند زيرو والريت اوف تشينج بتاع الفيلوست 3، فهتبقى الاوميجا بتساوي 3 في التي. طيب تاني سؤال قال لك لو انا عاوز، او تاني سؤال بص هو عبارة عن ايه، جايب لك الشكل بتاع الاوميجا اللي انا عاوزها، او مش الاوميجا هي الفي، تمام. قال لك ان انا دلوقتي عاوز اعمل ايه، ده اللي هو الفيلوستي، ده شكل الفيلوستي مع التايم اللي انا عاوزه. فالفي زيرو دي بتساوي 1 متر بير سكند، والتي 1 والتي 2 مدي لك القيم دي. فبيقول لك انا عاوز الايكويشن اوف موشن، بيقول لك او استخدام الايكويشن اوف موشن للبارت 1، قولي المفروض التورك في كل في مع الوقت هيبقى شكله عامل ازاي، التورك بتاع الموتور. فانا دلوقتي ايه الايكويشن اساسا بتاع التورك بتاعة الموتور، اهي دي الايكويشن اللي بتربط ما بين السرعة وما بين الايه التورك بتاع الموتور. فهنا بس المسألة التغيير البسيط اللي فيها ان هو قال لك ايه، ده شكل احنا قلنا كده كده الفي اللي هو اللينير فيلوسيتي والاوميجا في ريليشن ما بينهم، فالفي او الاوميجا الاثنين واحد، تمام، او يعني هما ريشيو من بعض. فهنا جايب لك شكل الفي، فانت مش معاك الشكل ده تعرف تحسب الايه الفي دوت، يعني دي زيرو والفي زيرو هو قال لك انها بتساوي واحد، والتي 1 بتساوي 0.5، فالريت اوف تشينج هيساوي كام، الفي هنا اللي هي بتاع الشكل ده بيساوي كام، الفي دوت هو او الديريفتيف هو الستوب، فالستوب بتاع الشكل ده هيساوي البوينت الفي زيرو اللي هي بواحد ماينس زيرو على التشينج في الاكس اللي هو المسافه هنا اللي هي قال لك تي 1 ب 0.5 سكند ودي بزيرو، فيبقى 1 على 0.5، فيبقى السلوب هنا بكام؟ ب2. فالاوميجا دوت في اول جزء تبقى بتساوي 2، فلما تحط الاوميجا دوت ب2 هتلاقي ان كلها بقت ارقام تعرف تحسب الايه التورك موتور. يعني يا باشمهندس مفيش فرق بين في واوميجا، مش العلاقه اللي هي بتاعت الار دي؟ في ريليشن بينهم، هي ريشيو ثابته. يعني انا لما اجيب هنا الفي دوت عايز اجيب الاوميجا دوت، فهعمل ايه؟ الفي انا عارف هي بتبقى يعني انا مش عارف الريشيو كام بالظبط او ما حسبتهاش، بس انت عندك يعني الاوميجا من هنا لهنا في ايه؟ يعني بتقل 10 مرات، والسبروكت والتشين برضه هتلاقي ليه ريشيو موجوده هنا في اللي هي بتاعت الراديوس، تعرف تجيب الايه؟ الفرق في السرعات بكام؟ فاهمني؟ فهتلاقي ان في هنا ريليشن، يعني هنا بتساوي ايه الفيلوسيتي في بتساوي الاوميجا بتاعت الدرايفنج ويل في الراديوس، انت معاك الراديوس. طيب الاوميجا بتاعت الدرايفنج ويل في ريليشن ما بينها وما بين الاوميجا بتاعت السبوكيت 1، تمام، اللي هو فرق الراديوس او فرق الاحجام بتاع الايه الاثنين سبروكتس دول. وبعد كده لو انت عرفت الاوميجا دي، لو عرفت ليش ما بين الاوميجا بتاع الدرايفنج ويل وما بين الاوميجا بتاعت السبروكت 1، فتقدر تقسمها او سوري تضربها في 10، فيجيب لك الايه الريشيو مع الموتور. فاهمني؟ تمام. ففي ريليشن مباشر ما بينهم، هتلاقي في الاخر ان الفي بتساوي او الريشيو ما بين الفي والاوميجا بتساوي رقم ثابت. تمام، معلش يا باشمهندس، بس هو قصده الفي دي الفي بتاعت اللود؟ اللي هو اللينير فيلوستي.
تمام، ده اللي هو اللينير فيلوسيتي بتاعت اللود، فهو جايب لك شكل البروفايل بتاعها، فانا من الشكل ده اعرف احسب الايه الفي دوت، تمام. بس ولو انا عرفت الفي دوت اقدر احسب الايه الاوميجا دوت، لان في ريليشن ما بين الاوميجا وما بين الايه الفي، تمام. الاوميجا دوت اللي هي عند الموتور، اوكي. بس لو انا عرفت الاثنين دول اقدر اعمل ايه، اقوم جاي بقى في الايكويشن، انا معايا الاوميجا دوت اعرف احسب الايه تورك موتور، تمام. فده هو المطلوب في المساله. معلش انا عارف هي مساله تقيله، بس يعني انتوا كده كده المفروض مسجلين الكلام ده، فايه عادي تقدر تشوف التسجيل وايه وانت تبدا تحل بايديك خطوه خطوه، اوكي، وتعوض في الارقام، لان التعويض في الارقام مهم زي ما قلت لك علشان تحسب. هو مش مدي لك الريدكشن ريشيو ما بين السبروكت 1 والسبروكت 2، بس انت تقدر تجيبها عن طريق الايه الفرق في الاحجام، معاك الريديوس وتعرف تجيب الريشيو، تعرف تجيب الايه فرق في السرعات هيبقى بيساوي كام، اوكي. بس فباشمهندس اخر حد سؤال، يا جماعه عنده اي سؤال؟ في الفضل. في الدرايفنج ويلز او اللي على السوفت دي، ما بي في الانيرشيا، في حساب الانيرشيا ما بيهمنيش الانر ريديوس؟ لا هو كده كده دي المفروض مصمتة، يعني تمام. اعملها على بس الريديوس لو بتاع الدرايف ويل على طول. تمام. هو صح، يعني انت ممكن تقول ان هي دي، طب ما دي هحسبها تبع الشفت، فاهمني؟ بس لا تمام، يعني تمام. هو هنا الدرايف ويل بس هو ما جابش سيرت ولا انر ولا ده. بس ده يعني ممكن اللي انت تقول ان هم يعني من التانية. هقول لك لا احسبها عادي كده، يعني المفروض لو انت في حاجة دقيقة قوي اللي هو المفروض تحسب تشيل التجويف ده، لان هي مش المفروض بيكون في هنا كي او حاجة. بس لا لا يعني عادي احسب ان دي مقفولة ودي مقفولة وان دول ايه الانرش بتاعتهم، تمام. تمام. يعني عادي ما احسب ان كل حاجة ايه مصمت. بس حد كده يا جماعة عنده أي مشكلة في المسألة دي؟ باشمهندس هو حاول هم هيكونوا كده مسألتين هيتسلموا؟ هما مسألتين بس، أول مسألة دي سهلة، أو بص مش مهم أول مسألة عادي، يعني دي مسألة تعبانة، المهم المسألة دي، تمام. تمام. بس أنا يهمني تحلوا المسألة دي، هي معلش طويلة شوية بس يعني دي لو حليتوها كويس يبقى أنت كده إيه الشيت ده تمام معاك. باشمهندس ممكن تبعت اتفضل. لنا PDF فيه كل الحاجات اللي نعملها assignment؟ ما انا هبعت لكم PDF في الاساينمنت ايه بالظبط، تمام. وهبعت لكم PDF ده فيه اللي هم كل الاسئله اللي عليكم من بره، تمام. بس برضه يعني مستحسن اقرا زي ما قلت لكم، اقرا الريفرنس نفسه، اقرا الشابتر نفسه في من الريفرنس، تمام. بس حد عنده اي سؤال في المساله دي قبل ما اسيبها؟ اوكي. فالمسألة دي ملهاش علاقة قوي بالشيت يعني، او احنا عارفين الفكرة بتاعتها. هنا بيقول لك ان دي عبارة عن رولر ليه راديوس ار، فالانيرشيا بتاعته هتبقى نص ام ار سكوير، والفورس ابلايد ات انجل ايه فاي تو ذا هوريزونتال، والرولر الويت بتاعه 800 نيوتن، والديامتر 0.4. فمن الويت تعرف تجيب الماس ومعاك الديامتر، تمام. وبعد كده بيقول لك ان الرولر ده ما بيعملش او بيعمل رولينج وزاوت سليفنج، فعاوز الايكويشن اوف موشن ان تيرمز اوف ذا روتيشنال فيلوسيتي اوميجا وان تيرمز اوف ذا ديسبيسمنت اكس. يعني مره عاوز الفاريبل بتاعها، يعني كده كده الفورس دي موجوده، ده الانبوت عندك في السيستم، فالايكويشن كده كده هيبقى فيها فورس. فمره عاوز الايكويشن تبقى فورس مع الاوميجا، مره عاوز تبقى فورس مع الايه ديسبيسمنت اكس، تمام. فاحنا نيجي بمنتهى البساطه، احنا عارفين ايه
يعني احنا في العادي كنا بنعملها ازاي؟ بقول ان ده الـ instantaneous center of rotation واحسب الـ i عنده والقصة دي كلها، ويبقى الـ i هنا عند الـ instantaneous center of rotation في الـ omega dot بيساوي summation of torque اللي هي الـ force هنا، اعمل لها resolution فتبقى الـ f ايه؟ دي هتبقى الـ cosine، فيبقى f كوزاين في الايه؟ في النورمال ديستنس، والاف ساين هتعدي على الانستنتينيوس سنتر اوف روتيشن فمش هيبقى ليها تورك. ده الحل البسيط اللي احنا ايه؟ عارفينه. وبرضه عشان كان الناس بيسالوني، احنا قلنا في المساله دي في الحل كنا قلنا ان انا ممكن استخدم رولينج ويزاوت سليبنج، او ان انا ممكن ايه؟ اقسمها لمساله ترانسليشن وروتيشن وبعد كده ايه؟ اجمعهم مع بعض. فيعني برضه عشان تبقوا شفتوا ازاي نفصل وازاي نجيب الروتيشن والترانسليشن ونجمعهم، فنفترض كأن المسألة دي ايه؟ احنا قلنا الحركة دي عبارة عن حاجتين، رولينج ويزاوت سليبنج عبارة عن حاجتين، هو بيور روتيشن وبيور ترانسليشن مجموعين مع بعض. فلو انا بدرس البيور روتيشن بس، فيبقى عندي الاي في السيتا دبل دوت او في الحاله دي الاوميجا دوت بيساوي سميشن اوف تورك، فهنا التورك حوالين السنتر ما فيش اي فورس غير المفروض فيه هنا ايه؟ فريكشن فورس، تمام؟ بس فدي هي الايه؟ هي موجوده هنا تحت، وهي دي قلنا اللي هي بتعمل الرن. فهفترض ان اسمها اف نورمال ديستنس اللي هي الايه؟ الار، تمام؟ طيب ده كده اللي هو الروتيشن. الترانسليشن هعتبر كأن الماس دي كأنها بلوك واحد كده بيتحرك ما بيلفش خالص، فده جسم بيتحرك، فيبقى الماس في الاكسلريشن بيساوي سميشن اوف فورس، فيبقى الام في الاكس دبل دوت بيساوي سميشن اوف فورسز. ايه هي الفورسز؟ في الفورس اللي هي من الاف اللي هي بتزقها، هو بيتحرك في اتجاه الاكس، فعاوز اجيب هعمل ريزوليوشن للفورس اف او اشوف الكومبوننت بتاعها في اتجاه الاكس اللي هو هيبقى بيساوي الاف في كوزاين فاي اهو، تمام؟ وفي عندي في الاتجاه الثاني اللي هو الايه؟ الاف تي اللي هي الفريكشن فورس. بس دول كده ايه؟ التو فورس، دول التو ايكويشنز. قلت ان انا عاوز اجمعهم مع بعض او ادمجهم في ايكويشن واحده، بس اهم حاجه ان انا كنسل الايه؟ الاف تي. فهقوم جاي من اول ايكويشن الاف تي من هنا بتساوي الاي في الاوميجا دوت على ار، فاشيل ال f t من هنا واحط مكانها i في الاوميجا دوت على r. هنا الايكويشن ادي ال f اهي اللي هو الانبوت، بس عندي x وعندي ايه؟ فعلى حسب، لو انت عاوز الفانكشن كلها تبقى في الاوميجا فاشيل ال x واحط مكانها اوميجا، ولو عايزها كلها فانكشن في الاوميجا فاشيل ال x، تمام؟ على حسب انا عاوز كله x ولا كله اوميجا. وكده كده احنا قلنا ده 1 degree of freedom وفي ريليشن مباشره الاثنين، اللي هي ايه الريليشن؟ اللي هو دلوقتي لما ده يلف زاويه سيتا فالمفروض السنتر هيتحرك مسافه لينير قد ايه؟ فقلنا ان هو كمسافات مسافه اكس بتساوي الار في السيتا، كفيلوستي هعمل لها دريفيتيف فتبقى الاكس دوت بتساوي الار في السيتا دوت اللي هي الاوميجا، وكاكسلريشن هعمل لها دريفيتيف تاني فتبقى اكس دبل دوت بيساوي الار في الاوميجا دوت. بس من الاكس واحط مكانها ايه؟ اشيل الاكس دبل دوت واحط مكانها انها بتساوي ار في الاوميجا دوت، فيطلع عندي الايكويشن دي. ولو انا عايز كل فانكشن في الاكس فهاجي اشيل الاوميجا من هنا واحط ان الاوميجا بتساوي ايه؟ اكس دوت على ار، يطلع الايه؟ سوري اوميجا دوت في اكس دبل دوت، يطلع لي الشكل ده، تمام؟ بس دي كده الايكويشن، بس الانبوت الاف والاوتبوت هو او كاني بركز على الديسبيسمنت اكس، وده كاني بركز على الايه؟ الاوميجا. ودي يا جماعه لو شفتوها هتلاقي ان هي هتطلع نفس الرولينج ويزاوت سليبنج اللي احنا عارفينها قبل كده. حد عنده اي مشكله في المساله دي؟ هي يعني ملهاش علاقه قوي بالمسائل بتاعه الشيت يعني، بس هي ايه؟ يعني او ملهاش علاقه قوي بنوعيه المسائل اللي احنا خدناها قبل كده، بس يعني برضه عشان تكونوا ايه؟ عارفين. المسألة دي مهمة جدا برضو، ودي هي ميزتها ان هي مش طويلة ومش بسيطة قوي، فممكن
يعني تالي لو في حاجة ممكن تيجي في الامتحان ممكن تيجي حاجة شبه الايه الجزء ده. هنا بيقول ان انا عندي في عندي single link of robot arm. ده المفروض robot arm تمام. فهدفي ان لو بيقول لك الشكل ده وهدفه ان هو ايه، بيقول لك ان الارم ده ليه ماس ام and its center of mass is located at distance L. يعني ده اللي هو الاكس او الجوينت او ده اللي هو محور الدوران بتاع الارم. وقال لك ان انا الارم هعمله كانه concentrated mass بيساوي ام موجود على بعد L من السنتر اوف روتيشن تمام. بس وقال لك بعد كده الجوينت ده ايه اللي بيحركه او اللينك بتاع الروبوت ده ايه اللي بيخليه يتحرك معايا؟ الموتور. فقال لك هنا في موتور بيطلع تورك بتساوي تي ام، وبعد كده بيعدي على شوية جيرز يطلع لي ايه في الاخر. الجيرز دي المفروض انها كل اللي بتعمله زي ما قلنا انها بتقلل السرعة وتزود لي التورك علشان يوصل لي تورك كويسة تقدر تلف في الارم، وتقدر لو الارم شايل حاجة مثلا او ايه الكلام ده كله تمام. بس يعني كده قال لك ان هنا بقى دي جزء مهم، بيقول لك ان هو هنعمل موديل للارم as a pendulum with concentrated mass m تمام. فعشان كده بيقول لك we take the arm's moment of inertia ig to be zero. يعني يا جماعه يعني قال لك الارم ده ما تعتبروش، احنا لو ده قلنا ان هو كان يونيفورم رود كان ايه اللي هيحصل؟ لو انا حبيت احسب الانيرشيا بتاعته حوالين الاكس ده فكانت هتبقى بتساوي ايه؟ 1/3 ام ال سكوير اللي هو بتاع المومنت اوف انيرشيا بتاع رود حوالين الطرف بتاعه. بس هنا لا، هو قال لك بقى ايه؟ انا ما تعمل ما تحسبش بالطريقه دي. هو قايلها لك صريح، قال لك ان الموديل بتاع الارم يعتبر ان هو concentrated mass n على بعد n تمام. فلما تيجي تحسب الانيرشيا بتاعت الارم ده حوالين الاكس ما تحسبهاش 1/3 ام ال سكوير، لا ده عباره عن concentrated mass على مسافه l، فالانيرشيا بتاعته هتبقى ايه؟ ام ال سكوير. يعني هنشوف في الحل دلوقتي تبقى عند بتساوي كام. اوكي بس فده يعني معنى السطرين دول عشان لما تقراهم بعد كده ما تتلخبطش. بعد كده الجير ريشيو ار ال ان 1 بتساوي 2 اللي هم اول 2 جيرز الريشيو ما بينهم او الريدكشن ريشيو بتاعتهم بتساوي 2. ووضح لك قال لك ان الموتور شافت هاز ذا جريتر سبيد، ودي حاجه انا ايه متوقعها ان انا بحط الريدكشن ده عشان يقلل سرعه الموتور تمام. فلو دي اوميجا 1 ودي اوميجا 2 فاوميجا 1 على اوميجا 2 هيساوي ايه، او لو دي اوميجا اوميجا 1 فالاوميجا موتور اللي هي هنا على الاوميجا 1 اللي هو بتاع الشافت ده هتساوي كام؟ 2. طيب وتاني جير بوكس او تاني 2 جيرز الريدكشن ريشيو بتاعتهم 1.5، وقال لك الشافت كونكتد تو ذا لينك هاز ذا سلوور سبيد تمام. وباينه من الشكل ان ده الصغير وده الكبير، وبرضه انا متوقع ان هو ايه يعني هنا دي مش كفايه فبيعمل ريدكشن اكتر عن طريق ايه؟ مرحلة تانية الجير بوكس. فلو دي قلنا سميناها اوميجا 1 ودي اوميجا 2 فيبقى اوميجا 1 على اوميجا 2 هتساوي كام؟ 1.5. اوكي بس بعد كده بيقول لك الاوبتين ذا ايكويشن اوف موشن تيرمز اوف انجل ثيتا والتورك موتور. يعني انا عاوز اعرف التورك موتور لو هي انبوت هنا الموتور ده او الزاويه دي هتبقى بتساوي كام؟ ايه اللي بيربط تورك موتور كانبوت بالزاويه بتاعت الارم بالنسبه للفيرتيكال ده اللي هو الايه؟ الاوتبوت اللي تمام؟ وقال لك نجلكت ذا شافت انيرشيا، يعني الشافت ده تمام اللي بيوصل ما بين الموتور وما بين الجير اي جي 1 ده ملوش انيرشيا، والشافت ده كمان ايه؟ ملوش انيرشيا وهكذا تمام. حد كده يا جماعه مش متخيل السيستم شغال ازاي او مش فاهم حاجه من الجيفنز؟ بعد كده
جايب لك القيم بتاعت الاي موتور بيساوي كام، والاي جي 1 اللي هو بتاع اول جير بيساوي كام، والاي جي 2 والاي جي 3 والاي جي 4، ومدي لك اللينك الكونسنتريتد ماس ده بيساوي كام، والمسافه ال دي بتساوي كام. بس الحل بقى هنيجي نعمل ايه؟ بص برضه عشان في حاجه مهمه عاوزه، يعني المساله دي مهمه فيها، يعني دلوقتي لو لاحظت هتلاقي ان هو مدي الانبوت تورك موتور اللي هو عند الموتور، والاوتبوت اللي هو عند الايه الارم اللي هو سيتا، هتلاقي ان الاتنين مش على نفس المكان. فعلشان ما تتلخبطش في حل المسائل دي، في قدامك حل من الاتنين، يا اما تحسب كل حاجة عند الموتور، فالايكويشن اللي هتطلع لك هتبقى ايه فانكشن في التورك موتور والاوميجا بتاعة الموتور او الزاوية بتاعة الموتور، تمام؟ طيب بس انا بقى مش عاوز زاويه الموتور، انا عاوز السيتا اللي عند الارض. فعادي كل اللي انت هتعمله في ريليشن مباشر، انت معاك كل الريدكشن ريشيوز دي، ففي ريليشن ما بين الاوميجا 1 او ما بين الزاويه اللي الموتور بيلفها، سميها سيتا موتور مثلا، وما بين السيتا اوتبوت دي اللي انت عاوزه. فاللي انا قصدي عليه، ودي الطريقه اللي احنا هنحل بيها، ان انا ايه هشتغل الاول عند الموتور، واجيب الريليشن ما بين تورك موتور بالسيتا بتاع الموتور الاول، وبعد كده هشيل السيتا موتور واحط مكانها الايه السيتا بتاعت الار. او في طريقه تانية ان انت ايه تشتغل كله عند الايه الارض، فالتورك موتور هتعمل ايه، هتنقلها الاول لعند الارض، ويبقى الجي الاي سيتا دبل دوت بيساوي سميشن اوف تورك، هتحسب الاي والسميشن اوف تورك عند الايه عند الارض، تمام؟ فقدامك يعني عادي تحل بدي او بدي. صح، اللي انا هعمله انا هعمل ايه، زي ما قلنا هشتغل كله عند الموتور الاول، فهاجي ابص او هستخدم كله عند الايه الموتور، فيبقى الاي ايكويفالنت، الاي ايكويفالنت دي عند الموتور، طالما انا عند الموتور فهتبقى الزاويه هي ايه سيتا موتور، عاوز تسميها سيتا دبل دوت موتور ماشي، عاوز تسميها اوميجا موتور دوت ماشي، ايا كان. فانت ممكن تشتغل فانكشن في السيتا او فانكشن في الاوميجا، بس هنا هو طالما عاوز سيتا فاخلي كله زوايا من الاول واريح نفسي، بيساوي سميشن اوف تورك. خلي بالك كل الكلام ده زي ما قلنا عند الايه الموتور. فاجي اول حاجه محتاج احسبها اللي هي الاي ايكويفالنت اللي هنا، فالاي ايكويفالنت قلنا عشان انقل الانرشيا او احسب الايكويفالنت انرشيا عندك عند مكان معين، فبستخدم الكاينيتيك انرجي. اجي ابص على السيستم الاساسي، ايه الحاجه اللي ليها ماس او انرشيا وليها سرعه؟ فاول حاجه الموتور ليه اي موتور وبيلف بزاويه هنسميها اوميجا موتور، تبقى الانرجي الكاينتيك انرجي بتاعته نص الاي موتور في الاوميجا موتور سكوير اهي، ادي اول حاجه. طيب تاني حاجه، في عندي الاي جي 1 الجير 1 ده ليه انرشيا بتساوي الاي جي 1، طيب ده بيلف بايه؟ طب والشفط؟ الشفط هو قال لك ان هو نيجلكتد فين اهو، تمام تمام لك الشفط بتاعتها صغيره بالنسبه للباقيين فهو اهمل، بس لو ما كانش شايل انها مهمله ومدي ليها ماس او انرشيا كنت لازم ايه تحسبها معاه. الاي جي 1 بتوصل على الموتور دايركت، فبتلف بنفس السرعه بتاعت الايه الموتور، فيبقى نص اي جي 1 في الاوميجا موتور سكوير. طب اجي ابص في ايه تاني، الاي جي 2، بس خلي بالك الاي جي 2 بتلف بسرعه ايه، لو سميت دي اوميجا موتور وسميت دي اوميجا 1 فهو بيلف بسرعه اوميجا 1 اللي هي السرعه بتاعت الاي جي 2 والسرعه بتاعت الشافت ده والاي جي 3، دول كلهم بيلفوا بنفس السرعه، هسميها دلوقتي وليكن ايه اوميجا 1، فيبقى نص الاي جي 2 والاي جي 3، المفروض كل واحده فيهم في ترم، بس انا قلت طالما هم بيلفوا بنفس الاوميجا فايه هجمعهم في ترم واحد، تمام؟ يبقى نص اي جي 2 زائد اي جي 3 في الاوميجا 1 سكوير، تمام؟ هي اللي هي اي جي 2 لوحدها في الاوميجا 1 سكوير زائد الاي جي 3 في الايه في الاوميجا 1 سكوير، تمام كده. يبقى انا حسبت الانيرشيا بتاعه الموتور والاي جي 1 واي جي 2 واي جي 3. اي جي 4 ده طالما في فرق في الاحجام بتاعه الجيرز فهيلف بسرعه مختلفه، نسميها وليكن اوميجا 2، ودي هي نفس السرعه اللي الارم ايه بيروتيت بيها، فاهي ادي اوميجا 2 وهيبقى نص اي جي 4
في الأوميجا 2 سكوير. طب وفي إيه تاني؟ تلاقي إن الأرم نفسه هو قال لك يعتبره إن هو concentrated mass، طالما ليه mass وبيلف فهيبقى إيه أو بيتحرك فهيبقى ليه kinetic energy. طيب ده نحسبه translation ولا rotation؟ هو كده كده ممكن أعتبر طالما ده concentrated mass وبيلف حوالين الأكس ده، فاحنا قلنا المومنت اوف انيرشيا بتاع الكونسنتريتد ماس بيساوي الماس في الديستانس سكوير، اللي هو الديستانس ما بين السنتر اوف روتيشن وبين الماس، اللي هو في الحاله دي الديستانس اللي هي ال L. فيبقى المومنت اوف انيرشيا هنا بتساوي ام في ال L سكوير. طيب دي كده انيرشيا، عشان احولها للكاينيتيك انرجي هتبقى اضربها في نص الانيرشيا اللي هي ام L سكوير في السرعه اللي هو بيلف بيها دلوقتي اللي هي ايه؟ اوميجا 2 سكوير. تمام، عايز بقى اشيل كل الكلام ده واحط اي ايكويفالنت. طيب بس الاي ايكويفالنت ده انا هدرسه فين، او يعني عايز احطه فين؟ عشان انا بدرس سيستم عند الايه الموتور، فعايز احط الاي ايكويفالنت عند الموتور. تمام، من هنا انا بحسب الاي ايكويفالنت كله عند الموتور، فلما احط الاي ايكويفالنت بتاعت الموتور فالسرعه بتاعته هتبقى ايه؟ الاوميجا ام سكوير. بس زي ما قلنا برضه ده 1 ديجري اوف فريدم، فمفيش معنى ان انا اكتب اوميجا 1 واوميجا 2، انا عاوز كل فانكشن في الاوميجا ايه ام. فاول حاجه ايه الريليشن ما بين الاوميجا ام والاوميجا 1؟ زي ما قلنا الاوميجا ام على الاوميجا 1 بيساوي اللي هو الان 1 او الريدكشن ريشيو اللي هي بتساوي 2. تمام، فبس يبقى الاوميجا موتر على الاوميجا 1 بتساوي 2، منها اقدر اقول ان الاوميجا 1 بتساوي ايه؟ اوميجا موتر على الاثنين. بس كده خلصت من الاوميجا 1. طيب الاوميجا 2، اجي ابص هنا الاوميجا 2 في ريليشن ما بينها وما بين الاوميجا 1 اللي هي الريدكشن ريشيو ان 2 اللي هي بتساوي 1.5. فالان 2 دي بتساوي الاوميجا 1 على الاوميجا 2 بتساوي 1.5، فالاوميجا 2 هتساوي اوميجا 1 على 1.5، وانا في الاخر عاوز افانكشن في الاوميجا ام، فاشيل الاوميجا 1 واقول انها اوميجا ام على الاثنين، فيطلع لي في الاخر ان الاوميجا 2 بتساوي اوميجا ام على 3. تمام، حد كده يا جماعه عنده مشكله في الكلام ده؟ هي نفس الطريقه بتاعه الايه المسائل اللي فاتت. حد عنده اي سؤال فيها؟ باشمهندس، وانا لو كنت عايز اودي كله عند الارم، كنت بدل ما اعمل اخلي كله اوميجا ام هخليه كله اوميجا 2، صح؟ بالظبط، اه تمام. ده هيبقى ثابت عادي، دي الكاينيتيك انرجي بتاعت السيستم كلها، بس لما اجي بقى كنسل بدل ما اشيل كله كل الحاجات دي واحط اوميجا ام، لا هشيلها واحط مكانها ايه؟ اوميجا 2، وهنا كمان برضو هيبقى ايه؟ اوميجا 2. تمام؟ بس بعد كده خلاص ادي هشيل بقى الاوميجات واخليها كلها فانكشن في الاوميجا ام، واحسب الاي ايكويفالنت، يطلع لي الاي ايكويفالنت ايه؟ بالشكل ده. اوكي؟ بس ومعاك الارقام هيطلع لك ايه؟ تعرف تحسبها كرقم بيساوي كده. حد عنده اي مشكله في الجزء ده؟ جميل. طيب كده خلصنا من اول جزء في الايكويشن اللي هو الاي ايكويفالنت. الجزء الثاني اللي هو سميشن اوف تورك. احنا زي ما قلنا الانيرشيا بننقلها بالكاينيتيك انرجي، التورك بننقلها بالقوانين بتاعت الباور. طيب هنا ايه التوركس اللي بتاثر على السيستم؟ اول حاجه في التورك بتاع الموتور ده اللي بيحرك السيستم. طيب وبعد كده في ايه تاني؟ تورك موتور هل هنقلها ولا لا؟ لا انا بدرس كله عند الموتور، تورك موتور عند الموتور فمش محتاج انقلها، فهتفضل زي ما هي. اجي بعد كده امشي في السيستم هتلاقي ان مفيش حاجه ايه؟ يعني مفيش فورس، مفيش توركس، مفيش مومنت، مفيش حاجه، بس الفكره ان ده ماس وده في الفيرتيكال بلين، فهيبقى ليه ايه؟ ويت. فيبقى فيه المفروض ويت كده لتحت اللي هو بيساوي ايه؟ الام في الجي. اوكي، ده دي الفورس الوحيده اللي موجوده تاني في السيستم. طيب الفورس دي هتعمل ايه؟ في نورمال ديستانس ما بينها وما بين السنتر اوف روتيشن. نورمال ديستانس بيساوي كام؟ ال. فالويت هيعمل تورك بتساوي ام جي في ال L حوالين الايه؟ الشافت اللي موجود عند الارض.
تمام، اللي هو عند الـ A بيلف بسرعة، قلنا إنها بتلف بأوميجا 2. تمام، دي أوميجا 1 ودي إيه؟ أوميجا 2. طيب دي هتبقى بالبوستيف ولا بالنيجاتيف؟ أنت دلوقتي هو جايب لك الاتجاهات أهي، أدي ده الاتجاه البوستيف عندي. أوكي، بعد كده لما يعدي على أول جير بوكس فالاتجاه هيتغير، لما يعدي التاني جير بوكس هيتغير تاني فيرجع للإيه؟ للبوزيشن الأولاني. أدي الاتجاه البوستيف، هو لو تخيلت إن أنا باصص من هنا مثلا فهتلاقي إن هو إيه؟ عكس الساعة، وهتلاقي هنا الفورس اللي تحت تم تورك عكس الاتجاه. وأنا متوقع الويت ده يعتبر حمل يعني، تمام؟ فأكيد هيطلع لي تورك بالنيجاتيف. فهتيجي تحسب التورك عند الأرم بيساوي نيجاتيف ام جي في ال ساين سيتا. سوري، هو هنا النورمال ديستانس مش ال بس، ولو مايل بزاوية سيتا هيبقى ال في ايه؟ في ساين سيتا. تمام، ادي السيتا اهي وادي ال، فانا عاوز البعيد عن الزاوية اللي هو ساين سيتا. انا مش فاهم موضوع ساين سيتا ده يا باشمهندس. طيب تمام، ده كده المفروض ده اللي هو الايه، ده الارم وده اللي هو الايه الويت اللي هو ام جي. تمام، بس ودي المسافة ال، ده كده لو هو ايه في الفيرتيكال بوزيشن. المفروض في هنا بقى اللي هو الشافت اللي هو بالجير بوكس والموتور والقصه دي كلها، في الاخر بيوصل للارم بالمنظر ده، والارم ده بيعمل ايه؟ بيروتيت حوالين الشافت. فلو انا افترضت ان هو مثلا في جنرال بوزيشن بزاويه سيتا، ادي السنتر بتاعه اللي بيروتيت حواليه وعامل زاوية مع الفيرتيكال زاوية سيتا، والام جي اهو ادي الكونسنتريتد ماس، وادي هنا الايه الام في الجي. فساعتها النورمال ديستانس ما بين الاتنين هتساوي كام؟ اقوم جاي عشان اجيب النورمال ديستانس، فهي دي النورمال ديستانس لو ده كله ال. تمام، ودي زاوية سيتا، او تعالى مثلا نرسمها تحت هنا، لو ده ال والزاوية دي سيتا فاللي هيبقى جنبها هيبقى ال كوزاين، والبعيد عنها ده اللي هو النورمال ديستانس هيساوي كام؟ ال في ساين. تمام يا باشمهندس، فهمت، شكرا. لا، فده كده اللي هو الايه العلاقة ما بين الزاوية وما بين. طيب ده كده التورك، بس خلي بالكم يا جماعة التورك ده عند الايه؟ ات الارم، يعني موجود عند الارم، موجود هنا اهو حوالين البوينت دي. تمام، حوالين الاكس ده. انا لما جيت حسبت الاول انا او انا السيستم بدرس حوالين الايه الموتور، فعاوز السمشن اوف تورك ات موتور، فانا مش عاوز تورك عند الارم، انا عاوز اشوف الايكويفالنت بتاعها عند الموتور بيساوي كام. فزي ما قلنا ممكن تستخدم الايه يا اما القانون بتاع الباور، او لو عايز تنقل توركس ممكن على طول تقول اللي هي الايه التورك في الم اه اللي هي الايكويشن دي. انا دلوقتي عاوز انقل التورك، عاوز انقلها منين لفين؟ من الار ده هو المكان
المكان الجديد اللي انا عاوز انقله ليه هو الايه؟ الموتور. فالتورك ارم الموتور، او معنى تاني الايكويفالنت تورك من اللي كانت عند الارم لما انقلها للموتور هتساوي كام، او ايه الايكويفالنت بتاعها عند الموتور؟ زي ما قلنا ان هي بتساوي التورك عند المكان القديم اللي هو التورك عند الارم في السرعه بتاعه الارم على السرعه بتاعه الايه؟ الموتور. طيب ايه الريليشن ما بين الاثنين؟ احنا كنا اوريدي عرفنا الريليشن ما بين الايه، او هنا يعني انا عاوز الاوميجا ارم على الاوميجا بتاعه الموتور. الارم قلنا ان هو بيلف باوميجا 2، والايه والموتور بيلف باوميجا موتور. فالريليشن ما بينهم احنا كنا جايبينها قبل كده اهي، فهعوض بالايه بالريليشن دي، يطلع لي ان التورك اللي كان عند الارم لما انقله للموتور هيبقى بيساوي كام؟ تلت التورك بتاع الارم، التورك بتاع الارم على الايه؟ 3. لو هنجرب ام جي ال ساين ثيتا على ايه؟ 3. تمام؟ بس لما تيجي تعوض بالام والال والجي والكلام ده كله، لو تقسم على 3 هيطلع لك الرقم ده بس. والثيتا هو الايه يا جماعه؟ هي الانجل بتاعه الارم مع الفيرتيكال. ويبقى الايكويشن اوف موشن اي ايكويفالنت سي دبل دوت بيساوي سميشن اوف تورك. الاي ايكويفالنت حسبناها، سميشن اوف تورك في عندي التورك بتاع الموتور اللي هو موجود هنا هيبقى زي ما هو عادي، والتورك بتاع الارم اجيب الايكويفالنت بتاعه عند الموتور اللي احنا حسبناها طلعت بالايه؟ بالشكل ده بس. يبقى ده الايكويشن. تمام؟ بس يعني خلي بالك ان هو ما كانش طالب في المسألة ثيتا موتور، هو قال لك انا عاوز اعرف الانبوت يبقى تورك موتور، عاوز اعرف مش الثيتا، لا عاوز اعرف الثيتا الزاوية بتاعت الايه؟ الارم اللي هي بثيتا 2 يعني، او اللي هي عند الايه؟ عند الشفت اللي هو بيلف بسرعة اوميجا 2. بس فانا عارف لو انا عارف الريليشن ما بين سرعة الاوميجا موتور والاوميجا 2، فاعرف اجيب ايه الريشيو دي. هي الريشيو ما بين الزوايا، ما بين الزاويه بتاعت سيتا موتور والزاويه بتاعت سيتا 2 او اللي هي بيلف بيها الارض بس. فهي نفس الايه، نفس الشكل. لو انا عارف ان السيتا على السيتا موتور هتساوي الايه، السرعه اللي هي الاوميجا 2 على الاوميجا بتاعت الموتور، يطلع لي 1 اوفر 3، ومنها اعرف اشيل السيتا موتور واحط مكانها ايه، 3 سي بس. فهتبقى هي دي الايكويشن. تلاقي هنا ايه الانبوتس اللي عندك، او ايه الفاريبلز اللي هو التورك موتور اللي هو الانبوت بتاع السيستم، والايه والسيتا. تمام؟ اللي هو عاوزه. بس حد كده عنده اي مشكله في المساله دي؟ المساله دي يعني مهمه وبتيجي في الامتحانات كتير، لان هي ايه مش صعبه، وفي نفس الوقت برضو ايه فكرتها مش بسيطه. حد عنده اي سؤال فيها؟ هي الثيتا اللي بعد الساين ما اتغيرتش، لان اصلا هي الثيتا اللي عند الارم، صح؟ بالظبط. بالظبط. بس لو انت فعلا انت بقى كنت عاوز ثيتا موتور، فلازم كنت تشيل دي برضه وتحط مكانها ثيتا موتور من نفس القلم. اخر مسألة دي ايه؟ دي اللي كان عندي هنا، العربية ماشي على سطح مايل بزاوية سيتا، وده السي جي بتاع العربية، والفرق ما بينه وما بين الأكس بتاع العجلات اللي هو، أو المسافة ما بينه وما بين الأكس العجلات، أنا عندي هنا في عجلتين قدام وعجلتين ورا، فالمسافة ما بين السي جي والسنتر بتاع العجلتين اللي قدام بيساوي ال ايه، والمسافة ما بين السي جي وما بين السنتر بتاع العجلتين اللي ورا بيساوي ايه، ال بي. ومدي لك هنا بيقول لك ومدي لك ال LA ومدي لك ال LB كمسافات، وال H اللي هو ارتفاع ال CG عن الأرض بيساوي كام برضو ايه جيف. طيب هنا بيقول لك ايه، ايه المطلوب؟ انا عاوز احسب ال maximum acceleration بتاع ال vehicle ده. الفيكل هنا بيقول لك ان هو ايه، عاوز الماكسيمم اكسلريشن اوف ذا رير ويل درايف فيكل، يعني بيقول لك ان العربيه دي دفع خلفي، او يعني الموتور بيطلع التورك بتاعته على العجلتين اللي ورا، العجلتين اللي ورا هم اللي بيزقوا العربيه.
فهنا بيقول لك انا عاوز اعرف ايه الماكسيم اكسلريشن بتاعت العربيه دي. وهنا الريل ويل درايف فيكل يعني بيقول لك العربيه دي ايه، دفع خلفي او العجلتين اللي قدام بس هم اللي بيطلعوا لي ايه الفورس. العجلتين اللي قدام دول ما لهمش لازمه، دول يعني بيعملوا رولينج وذات سليبنج، تمام، مفيش عليهم ولا تورك ولا اي حاجه. بعد كده بيقول لك ان العجلتين اللي قدام عليهم رياكشن، كل واحده فيهم عليها ان ايه على الاثنين، والاثنين عليهم نفس الرياكشن. والعجلتين اللي ورا كل واحده فيهم عليها ايه ان بي على الاثنين. اوكي بس، ودي لك المساله دي. وبعد كده بيطلب طالب ايه الماكسيمم اكسلريشن. طيب الماكسيمم اكسلريشن ده يا جماعه، او ايه هو اكتر اكسلريشن للعربيه؟ هو هنا يعني في برضه كونسيبت عاوزكم تكونوا متخيلينه شويه. بص يا جماعة دلوقتي تخيلوا كده معايا العربية، ده العجلة بتاعة العربية، وهنا الموتور متوصل. الموتور بيطلع لي تورك بالمنظر ده، فايه اللي بيحصل؟ تيجي توزن العربية ونتيجة طالما ليها وزن هيبقى ليها رياكشن، تمام، وهيبقى ليها ايه برضو، هيبقى في رياكشن هنا، فرضا نسميه ال ان بي. تمام، وهيبقى فيه ايه فريكشن فورس. الفريكشن اللي هو هيساوي النورمال رياكشن اللي هو ال ان بي مضروب في الميو. يعني الميو ستاتيك. ماشي يا جماعة؟ فإيه اللي بيحصل؟ أنت دلوقتي تخيل كده، لو أنا بس عاوز أوضحها بشكل أبسط شوية، تعالوا نشوفها بس بمثال أبسط الأول. تخيل كده لو أنا عندي في الماس ده، تمام، وليه ويت ام جي، وهيبقى الرياكشن بيساوي الويت، وهيبقى فيه فريكشن برضو بتساوي ال ام جي في الميو ستاتيك. لو انت جيت هنا حطيت فورس اف، تمام، جيت حاولت تزق الجسم ده، تمام، عادي كأنه كرسي ترابيزة بتحاول تزقها، فيها ليها ويت، فالمفروض هيبقى ايه في فريكشن فورس بتساوي كام، او الماكسيمم فاليو للفريكشن بتساوي ام جي في الميو اس. فتخيل كده لو الام جي في الميو اس بتساوي 5 نيوتن، تمام، وانت قمت جاي حطيت فورس هنا بتساوي 2 نيوتن، فايه اللي هيحصل؟ هتزق الفورس اف ب 2 نيوتن، هتلاقي ان ال 2 نيوتن اقل من الام جي في الميو اس، فانت بتيجي تزق بس الارض بترد عليك بايه؟ بفريكشن، تمام؟ وخلي بالك ساعتها الارض مش هترد عليك بالام جي ميو اس، لا هي هترد عليك انت بتعمل 2 نيوتن، فهي هترد عليك برضو بالايه؟ بال 2 نيوتن، ويبقى السمشن اوف فورس بزيرو، ما يحصلش ماس في الاكسلريشن، السيستم يفضل واقف ايه؟ ثابت. طيب لو جيت حطيت برضو 4 نيوتن برضو هتبقى ايه؟ ثابته، مش هيحصل حاجه. 5 نيوتن برضه مش هتتحرك، اول ما ازيد عن الخمسه بالظبط هتبدا ايه السيستم هيبدا يتحرك معايا. العربيه بتمشي بنفس الكونسيبت ده، امتى العربيه بيحصل لها سليبنج وامتى لا؟
انت دلوقتي عندك في وزن تمام، وليه عامل رياكشن اللي هو الان بي، وفي فريكشن فورس بتساوي ان بي في النيو في الاس، ده اقصى فريكشن الارض تقدر تعمله مع الايه العجل. فلو انت جيت دلوقتي ادي العجله والماتوره، فلو انت دوست على البنزين بالراحه هيطلع تورك ايه هاديه شويه، والتورك دي لما اقسمها على الار يطلع لي الفورس. لو الفورس اقل من الفريكشن ايه اللي هيحصل؟ العجله هتبقى ثابته من هنا وتبدا انها ايه تلف، فالعجله تطلع لايه لقدام، او السي جي بتاعها يطلع لقدام ويزق مع العربيه، ومش هيحصل سليبنج. مش بس طيب، افرض بقى انت جيت دوست بنزين مره واحده جامد طلع تورك كبيره جدا، فالتورك هتعمل لي هنا فورس اعلى من الفريكشن فورس، فايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان النقطه دي ما بقتش ثابته بقى، بقت ايه تتحرك تعمل سليبنج تمام. فتلاقي العربيه انت عمال تدوس بنزين العجله بتلف والعربيه ما بتطلعش لقدام. اوكي بس لان ده نتيجه ايه؟ لو الفريكشن فورس انت عندك اللي بيحرك العربيه لقدام ان هو بيبقى فيه هنا تورك، فبتديني هنا فورس، بس الفورس تبقى اقل من الايه الفريكشن، فالنقطه دي بتثبت ما بتتحركش، فبيبقى الحل الوحيد عشان التورك دي تظهر عندي او تروح ايه اللي هيحصل؟ هتزق العجله كلها، فالعجله كلها تلف وتطلع لقدام، بس البوينت اوف كونتاكت مع الارض بالنسبه للارض بتبقى ثابته. فبس فده اللي هو المفهوم بتاع الرولينج وزاوت سليبنج والكلام ده كله. هو ازاي هي يعني لما ادي تورك فهو بيلاقي فيه فريكشن، فالنقطه اللي على الارض دي ثابته، فازاي العجله بقى كلها بتتحرك؟ يعني الحركه بتتنقل للعجله كلها ولا ايه؟ بالظبط. يعني انت تخيل كده، انت عندك لو انت طيرت، يعني عارف اللي هو بيمسكه مثلا، تخيل انت مسكت عجله في الهواء وقمت رافعها لفوق ولفتها، فايه اللي هيحصل؟ هي في الهواء هتلاقيها بتلف، اول ما تنزل على الارض هتلاقي اللي حصلت قامت طلعت لقدام. فاهمني؟ يعني انت دلوقتي عندك العجله بتلف تمام، هي كده كده عماله بتلف، فلو انا ثبت النقطه دي ايه هتبقى ايه الحركه الوحيده المتاحه ليها؟ ان هي لو انا ثبت النقطه دي فكانه بيلف حوالين النقطه دي فيطلع لايه لقدام، عشان كده سمينا النقطه دي الانستانتانيوس سنتر اوف روتيشن تمام فهمت. تمام. بس انما انت لو انت عندك في هنا لو البوينت دي بتتحرك بالنسبه للارض، فهتلاقي العجله هنا عادي واقفه مكانها، والتورك عمال بيروح مع الايه يعني بيروح في السليبنج. بس فاللي انا عاوز بس اوصله لكم في المعلومه دي ان الماكسيمم اكسلريشن هيحصل لما الايه، او يعني الماكسيمم اكسلريشن اللي هيحصل هيبقى محدد على حسب قيمه الايه الفورس، او اللي هي او الفريكشن اللي هي بتتحدد بصوره ما برضو عن طريق الايه النورمال، بيتحدد عن طريق النورمال فورس والميو. بس انا لو فرض ان الميو ثابته، او يعني الطريق كده كده ما بيتغيرش عادي ثابت، فاللي هيفرق معايا في الفورس هو الايه النورمال رياكشن. اوكي هي دي بس بتفضل فالماكسيم اكسل ميو دايناميك صح؟ الايه دي بتفضل ميو ستاتيك مش ميو دايناميك. ميو ستاتيك، طالما رولينج ويزاوت سليبنج فالنقطة ثابتة فهتبقى ميو ستاتيك. بس لو انت جيت مثلا ماشي بسرعة ودوست بقى فرامل مرة واحدة والعجلة بتعمل سليبنج، فكده هتبقى اللي هي الميو دايناميك. فانا اللي انا بس يعني عاوز اوصله لكم في المسألة ان هو الماكسيمم اكسلريشن بيحصل لما يبقى الفورس اللي هي نتيجة الموتور تبقى بتساوي الايه الفريكشن، دي اقصى حاجة هيوصل لها. لو الفورس زادت عن الجزء بتاع الفريكشن هيبدأ يحصل عندي سليبنج، وهتلاقي ان العربية ما بتسرعش، تلاقي القوة بتاعة الموتور راحت في السليبنج في الفريكشن اساسا. اوكي بس فيعني دي اتمنى تكون وضحت شوية. فهنا المسألة هو هنا معلش هي كان ليها باقي، ثانية واحدة
بخر المسألة كان في حتة ما بنيتش في باقي المسألة. يعني بص هنا التفصيل بتاعة المسألة بالظبط، لكن أنا عندي عاوز أعرف إيه الماكسيم أكسلريشن اللي هيحصل في الفيكل دي من الماس بتاع الفيكل 1700 كيلو عند البوينت الموجودة هنا، والأبعاد زي ما قلنا تمام، وإن الرياكشن اللي على العجلتين اللي قدام زي بعض والرياكشن اللي على العجلتين اللي ورا زي بعض. بعد كده اوكي بعد كده بيقول لك التراكشن فورس. التراكشن فورس دي اللي هي زي ما قلنا اللي هي بتزق العربية لقدام، بتساوي ميو اس في ال ان بي is the total traction force due to ايه؟ both wheels. انت عندك في العجلتين كل واحدة عليها normal reaction ان بي على الاتنين، فيبقى النورمال رياكشن كل واحدة هتديني ان بي على الاتنين في الميو اس لما اجمعهم مع بعض. العجلتين بيلفوا، العجلتين اللي ورا الاتنين بيلفوا والاتنين بيزقوا العربية، فتبقى التوتال فورس اللي بتزق العربية هي الايه؟ الميو اس في ال ان بي. بس بعد كده اسيوم هنا بقى بيقول لك ان الاسيوم ان الماس بتاع الويل صغير جدا بالنسبه للتوتال ماس، علشان كده اهملها. فبيقول لك خلاص طالما انت عندك الويل ملهاش ماس وملهاش انيرشيا، فانت تقدر تعتبر كأن الفيكل دي ايه؟ ريجيد بادي بيتحرك من غير روتيشن برضه. تمام، هنشوف ده هيأثر معايا ازاي في الحركة. بس هو هنا يعني بيقول لك انت مش محتاج تحسب انيرشيا، العجل ملوش ماس فمش محتاج تحسب له الانيرشيا بتاعته. تمام، وملوش برضه انيرشيا فمش مهم ان انا ادرس له الروتيشن. واللي يهمني اعتبر كأن العربية كأنها بلوك كده بيتحرك لينير في الايه؟ في الاتجاه بتاع اللي هو البلين المايلة دي. طيب لو انا اعتبرته زي ما هو بيقول كده، فادي الشكل اهو، ده اللي هو السكيماتيك بتاعها بالفورسز، في هنا الام جي اللي هو الويت بتاع العربية، وعلى العجلتين اللي قدام في رياكشن ان اي، والعجلتين اللي ورا في رياكشن ان بي، وفي هنا فريكشن اللي هو بيساوي ايه؟ ميو اس في الان بي. تمام، ده اللي بيزق العربية. دي كل الفورسز الموجودة. لو انا جيت اتعاملت مع العربية، انا عندي في اتجاهين، ادي الاكس وادي الواي. تمام، فلما اجي ادرس دلوقتي هل في حركه في الواي؟ لا مفيش، فيبقى السبمشن اوف فورس عند الواي بيساوي كام؟ زيرو. انت عندك الحركه لينير في اتجاه الاكس واتجاه الواي، دول التو اكسس اللي موجودين عندك. فالواي الام واي دبل دوت بيساوي سبمشن اوف فورس بتساوي زيرو، لانهم ما بيتحركش فوق وتحت العربية. يعني خلي بالك الإكس في اتجاه البارل مع البلين، والواي العمودي عليه، فالعربية ما بتقعدش تطلع وتنزل نورمال على أو في اتجاه الواي. فيبقى الماس الإم واي دبل دوت بيساوي سميشن أوف فورس بيساوي إيه؟ زيرو. فيبقى إيه الفورسز اللي في اتجاه الواي؟ آدي الـ NA والـ NB اللي فوق، وفي ماينس MG، بس هتبقى إيه يا جماعة؟ كوزاين سيتا. تمام، ده بيساوي زيرو، فده كده ان ايه والان بي. ده كده اول ايكويشن. طيب تاني ايكويشن لو عاوز ادرس بقى الحركه في اتجاه الاكس اللي هو العربيه بتتحرك فيه، فالام اكس ده بالدوت بيساوي ايه الفورسز اللي بتاثر عليه؟ هتلاقي في فورس بتاعت ام جي في ساين بقى المره دي. تمام، ودي بالنيجاتيف، دي تبقى عكس الحركه. تمام، اهي اللي هي سوري هنا ال mx دبل دوت بيساوي summation of force. ففي عندي ال mg sin theta دي بالنيجاتيف، وفي عندك ال traction force اللي هي اللي بتزق العربيه بقى، اللي هي بتساوي ايه؟ يو اس في ال nb، ده اللي هو بتزق العربيه الايه؟ لفوق. ودي يا جماعه في حاله زي ما قلنا الماكسيم acceleration. الماكسيم acceleration قلنا بيبقى بيطلع التورك بيطلع فورس قد الايه؟ الميو اس في ال ان بي. والعربية في الحالة دي هيبقى مفيش فيها غير الميو اس في ال ان بي، ده بيزقها لقدام ماينس ام جي ساين ثيتا. دول التو فورسز، دول التو ايه؟ ايكويشنز الموجودين عندي. طيب في ايه تاني؟ انا هدف يا جماعة انا عاوز اعرف ايه؟ دي الايكويشن الاساسية بتاع الحركة دي اللي انا عاوزها.
بس انا مش عارف الام بي، انا مش عارف هنا النورمال رياكشن عند البي بيساوي كام، فمحتاج احسبه. تمام، فعشان احسبه انا عندي في الويت انا عارفه، بس شويه منه بيروح في الان بي وشويه منه في الان اي، فانا عاوز اعرف الان بي بكام والان اي بكام. فدول اتنين ايكويشنز، اتنين unknowns، فمحتاج اتنين ايكويشنز عشان احلهم. اول ايكويشن اللي هي summation of phi بيساوي 0 اللي احنا جبناها، تمام، بس اللي هي اهي ان اي زائد ان بي ماينس ام جي كوساين ثيتا بتساوي 0. طيب ايه هو تاني ايكويشن اقدر استخدمها؟ اللي هي summation of moment حوالين السي جي بيساوي 0. يعني هنا يا جماعه، هل العربيه بتقعد تتحرك كده بتروتيت حوالين الاكس بتاعها؟ لا، هي ماشيه ايه؟ دايركت. تمام، يعني ماشيه قدام وورا، ما فيش يعني ده ما بتقعدش تروتيت حوالين السي جي. فيبقى السميشن اوف مومنت حوالين السي جي المفروض يطلع كام؟ زيرو. طيب السميشن اوف مومنت هنا بيساوي كام؟ في عندي طيب الاتجاه اللي انا هفترضه، هفترض وليكن انها مع اتجاه الايه؟ الساعه. فلما يبقى مع اتجاه الساعه، ايه الفورسز الموجوده عندي؟ الان بي ده بالنيجاتيف، والنورمال ديستانس بتساوي كام؟ ادي اهو المكان اهو، وادي الان بي، هتلاقي النورمال ديستانس ما بينهم ال بي، فيبقى نيجاتيف ان بي في ال بي. ده كده التورك نتيجه الرياكشن اللي عند البي. طيب الرياكشن اللي عند الاي اللي هو الان اي هيعمل لي تورك بتساوي كام؟ ادي الفورس اهي، والنورمال ديستانس اللي هي بتساوي ال في الاي. تمام، بس فهنا دي الايه ال ال في الايه اهي برضو، بس هتبقى المره دي بالايه؟ بالبسط، تبقى دي جايه البسط مع الساعه، ودي هتبقى مع الساعة. في عندي الفورس بتاعة الفريكشن، النورمال ديستانس ما بينها وبين السنتر اوف روتيشن اللي هو بتساوي ال h، فيبقى الميو اس في ال n b في ال h، الكلام ده بيساوي 0. بس عندك الاتنين ايكويشنز دول، ايكويشن 1 وايكويشن 2، الاتنين دول ال unknowns اللي فيهم هو ال n a وال n b، تعوض بيهم تعرف تجيب ال ايه؟ ال n b بتساوي كام؟ هي دي اللي انا ايه؟ عاوزها. جبت ال n b من هنا، اقوم جاي ايه معوض بيها في الايكويشن، يطلع لي ال ان بي لوحدها تطلع بالمنظر ده. بعد كده اجي اعوض بقى ال ام اكس ده بالدوت، احنا كنا حسبنا انها بتساوي الميو اس في ال ان بي ماينس ام جي ساين ثيتا. خلاص انا دلوقتي عرفت ال ان بي، هعوض بيها بالقيمه اللي انا حسبتها من هنا، يطلع لي الايكويشن دي. انا هدفي عاوز احسب الايه؟ الاكسلريشن اللي هي الاكس ده بالدوت، فعاوز اخلص من الام فاقسم كله على ام، فهتلاقي الام لما تقسم هتقوم مطيره الام اللي هنا والام اللي هنا، يفضل عندي الايه؟ الايكويشن دي. فهي دي، ده اللي بيمثل لي الايه يا جماعه؟ الماكسيم اكسلريشن. تمام، بس ده كده اللي هو الماكسيم اكسلريشن اللي هيحصل في الايه؟ في السيستم. حد كده عنده اي مشكله يا جماعه في الكلام ده؟ بس ده كده الايه؟ المسائل الموجودة في الشيت. ناقص مسألة واحدة بس. باشمهندس معلش، اتفضل. أنا عندي بس سؤال في المسألة اللي قبليها، لما جبنا التورك للأرم بعد كده ضربناه في أوميجا أرم على أوميجا مور، ليه ضربنا في عشان أنقلها. يعني إحنا قلنا أنا عندي التورك كان موجود عند الأرم، تمام، وانا هدفي انا بدرس الجي 6 دبل دوت بيساوي سميشن اوف تورك عند الموتور، فانا دلوقتي عندي التورك هنا وانا بدرس عند الموتور، فلازم انقل التورك من عند الارم للموتور بس، فاهمني؟ فده هو الايه، فموضوع النقل قلنا النقل ان ايه، عاوز تستخدم القانون بتاع الانرجي تمام، عاوز تستخدم القانون ده برضو تمام، القانون سوري بتاع الباور. يعني هنا التورك عند الارم هتسحب باور بتساوي كام؟ تورك في الاوميجا اللي هو اللي بيلف بيها اللي هي الاوميجا 2. طيب لما احط الموتور، عاوز احط في الموتور تورك ايكويفالنت يسحب لي نفس الباور، فالباور لما فهتبقى في الحاله دي بتساوي كام؟ هو دلوقتي هيبقى فيه هنا تورك ايكويفالنت، دي انا لسه مش عارف، بس هتمشي دلوقتي بسرعه بتساوي كام؟ اوميجا موتور. تمام، فهتلاقي ان كده الايكويشن بتاعت الباور اللي هو التورك بتاع الارم في الاوميجا 2 بيساوي التورك ايكويفالنت اللي انا عاوز احسبه في الاوميجا 1، فتلاقي unknown الوحيد هو التورك ايكويفالنت،
لما تحسبه او تخليه لوحده، فهتلاقي ان هو بيساوي التورك بتاع الارض اللي هو هنا مضروب في الاوميجا 2 على الاوميجا بتاعت الموتور، اللي هو نفس الايكويشن الايه اللي موجوده هنا. تمام تمام حد كده يا جماعة عنده أي سؤال في الجزء ده؟ تمام كده خلاص خلصنا السكشن النهاردة، وزي ما قلت لكم هبعت لكم الأساينمنت دلوقتي إن شاء الله، وحاولوا إن أنتوا تحلوه زي ما قلت لكم، يعني حلوا كده لوحدك وإحنا قلنا الأفكار بتاعته، راجعها تاني أو اسمعها تاني، وبعد كده إيه جرب تحل بإيديك خطوة خطوة، أنت هتلاقي الدنيا بسيطة يعني إن شاء الله. هو تمام، الأسبوع ولو الجاي حد هبقى عنده أونلاين أي برضه يا سؤال ممكن باشمهندس يسأله ولا؟ الأسبوع الجاي إن شاء الله. لا 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 لا، في الكلية إن شاء الله. تمام تمام، بس هو ناقص تقريبا سيكشنين يعني، فعشان نحاول نخلص الدنيا إن شاء الله. تمام ماشي، حد عنده أي سؤال في أي حاجة؟ تمام، هنتقابل إن شاء الله يوم السبت والحد الجاي. سلام عليكم.